السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حبايبي في كل بيت وفي كل مكان وفي كل محافظه يا طلاب سينيور 3. النهارده هنحل مع بعض اهم اسئله الهوم ورك في الاورجانيك. هستاذن حضرتك شد حيلك، حل الاورجانيك بالنسبه لنا التطبيق اهم من المذاكره. ما تقعدش تذاكر بس، عارف ان انا طبقت معاك، عارف ان انا حليت معاك، بس لو سمحت لما تيجي تحل الهوم ورك ما تحلليش الواجب بس. الواجب ده اللي احنا بنظهر لنا على اليوتيوب، لكن في كلاس شيت، في بري ليكتشر اللي بنحلوه مع بعض في اول كل حصه. لو سمحت بعد اذنك شد حيلك، الاورجانيك شغل ايدك فيه كتير عشان بيتنزل بسرعه. لما تيجي تذاكر درس ما تنساش تراجع على اللي قبله، في شويه حاجات ونصايح مهمه قوي في الاورجانيك هننزلها لك في بوست عشان دايما ما تتبعش هذه الخطا، اي غلطه ما تعملهاش. خلي بالك اللي قبلك يقف كذا، فانت خلي بالك من كذا. شد حيلك ويلا بينا نبتدي حصتنا. طبعا احنا في ليكتشر 7 بارت 1، زي طبعا هنا في تفاعلات ايه بالعبطرش، عايز الناس كلها تبقى ايه مركزه. اهي السؤال اهو، وادي البتاع بتاعتنا، يلا بينا. بيقول لك وين هيدروبروميك اسيد ادد تو ذا بروبين. مين البروبين؟ ادي سي سي سي، واحط هنا الدبل بوند. هيدروبروميك يعني حطيت حاجه اسمها اتش بي ار. دايما في حته الاتش بي ار دي توخى الحذر انك تكتب الاتشات. هنا في اتش، هنا في اتش، وهنا في اتش، ماشي. طبعا هنا في اتش، وهنا في اتش، وهنا في اتش. طبعا السي اللي على جنب دي ملناش دعوه بيها، لان انا بعتمد على الدبل بوند. هعمل ايه؟ الاتش بي ار متقسم نصين، اتش وبي ار. هكسر رابطه وهدخل اتشات. ماركن يكوف قال لنا الاتش بتروح للكربونه اللي عليها اتشات اكتر، والبي ار للكربونه اللي عليها اتشات اقل. يبقى الاتش هتروح هنا والبي ار هتروح هنا، هيصبح المركب سي. خلاص كسرنا سي سي، هنا في 3 اتش، اما هنا في 3 اتش، وفي النص هنا ماسك مجموعه بي ار. حلو قوي. طب المركب ده اسمه ايه؟ المركب ده ادي 1 2 3، هيبقى اسمه 2 برومو، وده 3 هيبقى اسمه بروبان. حلو الكلام. 2 برومو بروبان. اللي بعده بيقول لك وين هيدروبروميك اسيد. حلو، هيدروبروميك اسيد اللي هو الاتش بي ار، ماله يا معلم؟ از ادد تو 1 برومو بروبين. خلي بالك، نشتغل نرسم الاول 1 برومو بروبين، سي سي سي، ادي 3. 1 برومو يعني البي ار موجوده في الاول. طب يا مستر انا احط عليها مين؟ قال لي هنحط عليها الاتش بي ار. توخى الحذر انك تحط الاتشات دايما. هنا احط يا رجاله اتش، وهنا احط اتش. طب يلا افتكر بقى معايا، عايز ايه؟ لما باجي اكسر رابطه بدخل الاتش عند الاتشات الاكتر، والبي ار عند البي ار الاتشات الاقل. طب انا مستر خلي بالك ان هنا في اتش وهنا في اتش، نعمل ايه؟ يا ترى دي تروح فين ودي تيجي منين؟ طالما هنا اتش، الناس كلها مركزه معايا لو سمحتوا، وهنا في اتش هكسر رابطه كده، انا ما اضطريش. طالما الاتش والاتش قد بعض يبقى انا مش هتفرق ادخل فين. بس خلي بالك هنا في بي ار، ما برضو البي ار بتحب تروح عند اخواتها تبقى معاها يعني. فالبي ار هتروح عند الكربونه اللي فيها بي ار، والاتش هتروح عند الكربونه اللي فيها اتش. جميل. هيصبح المركب شكله عامل ازاي؟ ادي سي سنجل بون، سي سنجل بون، سي، ما تنساش هنا بي ار ودخلت مع اختها البي ار. الاتش مش تفرق في التسميه، المركب ده هيبقى اسمه 1 1 داي برومو، وده 3 يبقى اسمه ايسان. يبقى 1 1 داي برومو ايس، سوري ايسان ولا بروبان اسف، ادي بروبان عشان ده 3. اللي وراه بيقول السؤال ده جامد قوي، بحب الاسئله دي. بيقول لك هنا كاتاليتيك هايدريشن اوف ايسايلين. طبعا معنى كلمه ايسايلين يعني سي 2 اتش 4، اكنه بيقول ايسين. كاتاليتيك هايدريشن يعني بحط اتش او اتش، افتكر في وجود درجه حراره 110 في وجود الاتش 2 اس او 4، ماشي يا معلم. عايز ايه؟ هيديني مين؟ بالعقل ده لما بقول له بيديني سي 2 اتش 5 او اتش، اللي هو مين؟ الايسايل الكحول. قال لي زين اد سلفوريك اسيد تو ذا برودكت. البرودكت اللي هو ده سي 2 اتش 5 او اتش،
حط عليه سلفوريك اسيد اللي هو مين السلفوريك اسيد اللي هو هوسو عند درجه حراره 80. يبقى احط عند درجه حراره، بص يا باشا اول ما تخش الامتحان تلاقي درجه حراره 80 وفي هوسو محطوط، دايما بيديني C2H5OSO3H. مين ده؟ ده اسمه عندي ايصايل هيدروجين صلفيت. ده كان الانتقال اللي هو مشهور بيبقى موجود في كل التفاعلات لما بسخن عن درجه حراره 80، اسمه ايصايل هيدروجين صلفيت. اللي بعده بيقول دي هايدريشن، معنى كلمه دي هايدريشن يعني ريموف، وهايدريشن جاي من كلمه هايدرو يعني ووتر. ريموف ووتر فروم ايثانول. يا لهوي لما كنت بسخن الايثانول 180 اول ما سيادتك تشيل ميه هيتحول للايسين، هيتحول لسيتو اتش 4. حلو قوي. عايز ايه؟ زين اد برومين ووتر ثم نحط برومين ووتر. يبقى انا الايسين حط عليه كلمه برومين ووتر اللي هي البي ار 2 اللي هي كان اسمها ريد سوليوشن في وجود السي سي ال 4. يلا بينا نعملوها، يلا نعملوها ما تزعلش نفسك. ادي سي دبل بون سي بلس بي ار 2 في وجود سي سي ال 4. هنعمل ايه يا معلم؟ قال لي ولا قبلين، هنكسر رابطه وادخل هنا بقرايا وادخل هنا بقرايا، اصبح سي سنجل بون سي. هنا احط بي ار وهنا احط بي ار، شكرا. اصبح المركب ده، وخلي بالك اللون هيختفي، اللون الريد لما بيعمل بريك للبوند اللي بياكد لي ان الرابطه اتكسرت ان اللون اصبح كلر لس يعني عديم اللون. فهنا هيديني مركب اسمه ايه؟ تعالى بس نراهولك كده. هنا في واحد وهنا اتنين، يبقى واحد واتنين داي برومو. ونكمل بقى، يلا بينا. واحد واتنين داي برومو ايسان لاني كسرت الرابطه. خلاص اللي وراه نوت يوز انت فريز، مفيش غير الايسايلين جلايكول. لو تفتكر شكله كان جميل، كان عامل ازاي؟ كان مجموعه سي اتش 2 ماسكه في رابطه سي اتش 2 وهنا ماسك فيها مجموعه او اتش وهنا ماسك فيها مجموعه او اتش. لو تفتكر ان كان الايسايلين جلايكول بيخش ما بين جزيئات الميه، ادي ووتر موليكول وادي ووتر موليكول. كان الايسايلين جلايكول يخش يقف في النص هنا ويمسك هنا ويمسك هنا بحاجه اسمها هيدروجين بوند، ويمسك الناحيه الثانيه بحاجه اسمها هيدروجين بوند، وكان يمنحهم ان هم يقربوا لبعض، كان يمنع تكوين الايس. كان الموضوع ده عندنا ممنوع، ما بيحصلش. فهتبقى الاجابه ايه اللي وراه؟ ذا ايثايلين جلايكول يوز ان انتي فريز سبستانس ان كاردتور. ليه؟ لانه بيعمل بريفنت فورميشن اوف ايس كريستال. ما تبقاش عبيط وتقول اول ذا بريفيوس، هو مش بريفنت انفورميشن اوف هيدروجين بوند، ما حصلش، مالناش دعوه بالكوردينيت بوند، ما جبناش سيرتها. السؤال اللي بعده بيقول لك ذا رياكشن اوف ايسين اللي هو سي 2 اتش 4. يلا بينا بقى، عايزين نمشي حالنا. ويز دايلوتد الكالاين سوليوشن اوف بوتاسيوم برمنجانيت. بص يا باشا، يبقى ده هحط عليه كامانو 4، خلي بالك الكالاين. طب بص يا ريس، is known as not reaction. ايه اللي هيحصل؟ ده كان تفاعل اسمه عندي لو تفتكر، ده كان تفاعل الاوكسيديشن اللي كان بيحضر الايثايلين جلايكول. التفاعل ده اسمه بايرس تيست، وبالاماره اللون الفايلت كان بيصبح لونه كلر لس، وكانت من الحاجات برضو اللي بتكشف لي عن الدبل بوند. نوت از يوز تو ديفرنشيت بتوين ايسان اند ايسين. بص يا باشا، عشان فرق ما بين الالكان والالكين، ركز كده معايا، هنا الربطات فيها سنجل، هنا الربطات دبل، هنا يا مستر في رابطه زياده، هنا الرابطه سيجما، اما هنا الرابطه سيجما باي. طب افرق ما بينهم ازاي؟ ما حدش يقول لي افرق بالبق. حبيب قلبي، انت لما تفرق يا اما تفرق بالبي ار 2 يا اما تفرق بالكامانو 4. جيب حاجه ليها لون تتفاعل لونها يختفي، لما
لما انا هنا هاجي فالراجل ده نو رياكشن، مش هيتفاعل مع المعلم، اما الراجل ده هيتفاعل عادي. يبقى لما افرق بفرق بالبرومين ووتر، اللي ورا بيقول لك all the following alkene unsymmetric. وخلي بالك في كلمه شبه unsymmetric اسمها asymmetric، ال اللي في الاول دي معناها نفي، اكسبت كلهم مش symmetric ما عدا. يبقى انا بدور على واحد ايه؟ قال لي بدور على واحد symmetric. ايه الفرق ما بينهم بقى؟ معنى symmetric يعني الكربون اللي حوالين الدبل بوند مالها عدد الاتشات قد بعض. يبقى الكربون اللي حوالين الدبل بوند عدد الاتشات اللي ماسكه فيها تكون قد بعض، وunsymmetric هي الكربون اللي حوالين الدبل بوند عدد الاتشات اللي ماسكه فيها مش قد بعض. طب لو جينا ركزنا هنلاقي طبعا، انت قاعد بقى ارسم ربنا معاك، هتلاقي الاجابه 2 بيوتين، ادي 1 2 3 4 كده بيوت 2، يعني هاجي ارسم دبل بوند هنا ماسكه في 3 فاضل لها واحده اتش، هنا ماسكه في 3 فاضل لها واحده اتش. لو جينا بصينا هنلاقي يا معلم عدد الاتشات هنا هي نفس عدد الاتشات هنا، هنا واحد وهنا واحد، يبقى ده يعتبر سيمتريك مش ايه سيمتريك. اللي وراه هيدروليسيس، معنى كلمة هيدروليسيس يعني اضافة او اد ووتر فور ايسايل هيدروجين سلفيت. خلي بالك ده كان دايما موجود في كله C2H5OSO3H. المركب ده لما كنت بسخنه ثيرمال ديكومبوزيشن عند درجة حرارة 180 واطير منه واسخنه عشان اطير منه ال H2SO4 كان بيديني الايسين. طب لما هضيف عليه مية كان هيديني مين؟ قال لي ساعتها في اللقطة دي هيجري يديك حاجة اسمها C2H5OH. الكمالة بقى بعد كلمة زن ده هناخدوه في الليكتشر اللي جاية، بس بعارف هو مين اللي انت اخدته ده، اسمه الإيثانول، ده كحول او الكحول. خد المعلومة، لو الكحول خدها كنوت، لو جبت الكحول عملت له اكسيديشن، لو جبت الكحول عملت له اكسيديشن على طول يديني اسيد، بس اسيد ايه؟ اورجانيك. طب فاكر يا مستر قلت لك اي اورجانيك اسيد اخره سي او او اتش اللي كنت بقولوا عليها كح، يبقى اي اورجانيك اسيد اخرها اسيد اخرها سي او اتش. طب فين؟ لا طبعا لا طبعا، هي ايثانويك اسيد. يبقى دي معلومه. اللي وراه بيقول لحضرتك ثيرمال ديكومبوزيشن، معنى كلمه ثيرمال ديكومبوزيشن يعني التسخين في درجه حراره عاليه، التسخين عند درجه حراره 180 يديني ايسين. الله يا تنانين، مين ده مستر؟ سي 2 H 4 وزن، عامل ايه؟ اوكسيديشن. اه المعلم ده عامل له اوكسيديشن، ده التفاعل اللي كنت بدخل هنا لو تفتكر H 2 O 2 او كان بيقول عليها O بلس H 2 O، ده اللي هو كان حتى لما بايرز زود علينا وزود القمانه. يبقى مستر كنت بعمل ايه لو تفتكر؟ قال لي ده كان بيتقسم لحاجتين، واحده و H هنا واحده و H هنا، كنت بكسر رابطه ودخل و H هنا و H هنا فهيديني حاجه اسمها ايسايلين جلايكول. كاتاليتيك هايدريشن، معنى كلمه هايدريشن يعني بزود ميه. مالي؟ اوف ايتش اوف ذا فولوينج اوبي ماركينيكوف. حلو، كل دول هيتبعوا ماركينيكوف اكسبت ما عدا. بص يا حبيب قلبي، ماركينيكوف ده بيشتغل في الحاجات الايسيمتريك او الانسيمتريك، يعني اللي عدد الاتشات حوالين الكربونات مش قد بعض، فبيقول لك كل دول هيمشوا مع ماركينيكوف، يعني كل دول عدد الاتشات اللي موجوده حوالين الدبل بوند، عدد الاتشات اللي ماسكه في الكربونات اللي حوالين الدبل بوند مش قد بعض، لكن اكسبت ما عدا. يبقى فيهم واحده هنا فيهم واحده هنا سيمتريك، كده ماركينيكوف مش هعرف اشتغل، لان لو كنت سيمتريك بدخل في اي حته الهيدروجين او البي ار. طب مستر انا طبعا هختار لك الاجابه على طول عشان الوقت بتاع حضرتك، كفايه الفيديو اللي انت اخدته من شويه ده. مستر قال لي بيوتين، طبعا انت عندك تعمل ايه؟ ترسم المركبات وتشوف مين، يعني سريعا كده كروكي بيوتين، ادي هنا اربعه، طب هنا اتنين بيوتين يعني موجوده هنا اتنين وتلاته، ادي واحد اتنين تلاته اربعه، يبقى اتنين وتلاته هنا C H 3
وهنا سي اتش 3 او ده سريعا هنا ماسك في كام كام ماسك كربونه ماسكه في اربع ربطات اهو من الاربع ربطات والكربونه ماسكه في اربع ربطات فبكده يا شباب يكون الكربون اللي ده هو شبه الكربون ده فده بقول عليه سيمتريك فبالتالي هكسر ربطه وادخل اي حاجه في اي حته اشمعنى لان يا مستر بالتالي ماركينيكوف ما بيتطبقش غير على الحاجات الاي سيمتريك او الان سيمتريك يلا بينا على اللي بعده السؤال اللي جاي ده لسه بقى حكايته حكايه قدام لما نعدي جزء كده حلو في البنزين مين المركب اللي دايكلورو دايفينايل تلايكلورو ايثان ده مركب هيبقى اسمه الدي دي تي بس مش عليها دلوقتي بعدين ناخده بيقول لي هنا ذا رياكشن اوف ايثين ويز هيدروجين بيروكسيد نفس التفاعل C2H4 مع هيدروجين بيروكسيد H2O2 هيديني ايثايلين جلايكول صح التفاعل ده اسمه ايه اسمه اوكسيديشن رياكشن اللي وراه اول ذا فولوينج الكين ار اي سيمتريك وخلي بالك بالله عليك من ايه ايه معناها نوت سيمتريك اكسبت يبقى في واحد سيمتريك هات واحد الرابطه بتاعته الكربونات اللي موجوده حواليهم بيبقى ماسكه في هيدروجين قد بعض هنبص هنلاقوا ان هو ده الجميل ليه لذيذ قال لي مستر عمر بص هنا السي ماسكه في اتش هنا السي ماسكه في اتش جيت تعالى بص على اي واحد تاني هتلاقي الدبل بوند الكربونات اللي حواليها مش قد بعض في عدد الاتشات بيقول لي ذا رياكشن خلي بالك ان انت عندك هنا حاجه دايما مجاوبه بالاصفر غلط شيلها من الصح الرياكشن اللي انا كان عندي سي 3 اتش 6 تعالى نفكر سي 3 اتش 6 ده يعتبر 3 في 2 ب 6 ده يعتبر الكين وطالما الكين يبقى ده اسمه برو بين طب واحده واحده كده يا معلم ادي سي 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 طب مستر انا عامل هنا ايه دبل بوند طب انا هدخل عليها سي ال 2 لما سيادتك تدخل سي ال 2 اللي بيحصل انا بكسر رابطه وادخل هنا سي ال اي وادخل هنا سي ال اي حلو قوي العمليه دي اسمها عندي هالوجينيشن اللي وراه بيقول ذا كلور ذا كلر اوف برومين ديزولف ان كربون تتراكلوريد ديستشارج اون باسنج نوت جاز يا ترى البي ار 2 كلر احنا عارفين ان هو لونه ريد يا ترى اللون ده بيختفي امتى لما بيتفاعل مع حاجه فيها دبل او تريبل ايثان لا هيدروجين بروميد لا بروبان لا انا عايز بروبين لان البروبين يصنف من الالكين وطالما من عائلات الالكين يبقى فيه دبل بوند فانا هقدر اكسر لان البرومين بيتفاعل لما بكسر رابطه وادخل بي ار هنا وبي ار هنا فاللون بيصبح لون كلرلس اللي وراه بايرز ريجنت از يوزد ان لاب ان بعمل ايه بالبايرز ريجنت اللي هو مين البايرز ريجنت الكمانوفور ده انا بستخدمه كماده كاشفه عن وجود الدبل بوند وتمام التفاعل يبقى الاجابه بعمل بي ديتكت البريزنس اوف دبل بوند اصل لو الدبل بوند اتكسرت نتيجه لوجود الالكين عنده دبل بوند واحده سيجما والثانيه باي اللون الفايلت بتاع الكمانو هيحصل له ايه هيختفي يلا بينا على البارت اللي بعده شباب يلا بينا نبدا مع بعض هوم ورك بارت 2 معلش اعرف صفحه كام عشان ما اعرفش صفحه رقم 54 تقريبا يعني 84 انا اسف خلاص قربنا والله نخلص البارت اللي هو البوكت الاولاني ده يخلص بيقول لي هنا الاي سايلين ودي اللخبطه اللي بص يا باشا في فرق ما بين اي سايلين واسي تايلين اي سايلين وهو الايسين والايسين اللي هو سي 2 اتش 4 واللي هو بيتعمل ازاي سي دبل بون سي وهنا هحط بص يا رجاله هنا اتش هنا اتش هنا اتش هنا اتش ماشي السيميلر تو ايثايلين ايثايل الكحول مين الايثايل الكحول كان سي سي افتكر كده ماسك ما حدش يقول لي دبل بوند غلط كان ماسك كنت كسرت الدبل بوند ودخلت او اتش من هنا او اتش من هنا وكمل هنا هنا في اتش سوري هنا في اتش هنا في اتش هنا في اتش هنا في اتش ماشي عايز ايه يا معلم قال لي سيميلر تو ايثايلين جلايكول الاثنين شبه بعض في ايه بويلنج بوينت لا طبعا غلط لان ده مركب وده مركب مولوكيولار ماس يعني الوزن لا طبعا ده هنا في او اتش زياده وهنا ما فيش او اتش طب الباي بوند لا ثانيه واحده ان تلاقي الناس اللي حلت غلط حلتها باي بوند الايسين كلها فيها واحده باي وواحده سيجما اما ده انا كسرت الباي بوند ودخلت 2 او اتش في عمليه اسمها الاوكسيديشن او لو حطيت الكمانو فور تبقى اسمها بايرز رياكشن تيست ودي ديتكتنج بتلاقي ان بتغير لونها وتختفي لما بتكسر الرابطه طب مستر نمبر اوف ميثايلين والنبي يا جماعه نركز في فرق ما بين ميثايل ميثايلين ميثايلين اللي هي سي اتش 2 تعالى كده دي مجموعه سي اتش 2 ودي مجموعه سي اتش 2 يبقى المركب الاول عنده 2 سي اتش 2
طب هنا رجاله تي مجموعه سي اتش 2 وتي مجموعه سي اتش 2 يبقى المركب الثاني عنده 2 سي اتش 2 يبقى الاجابه الصح هي نمبر اوف ميثايلين جروب. اللي بعديه بيقول فايند ذا نمبر اوف هيدروجين مول which required to saturate 1 مول. يا جماعه اي رابطه عندي عايز اكسرها مالها يا عمو دخل اتش 2 الاتش 2 ده اتش 2 يعني اتش بكسر رابطه بكسر رابطه وادخل واحده من هنا واحده من هنا يبقى من تاني انا عندي هنا هشوف الرابطات الضعيفه اي ادي دبل ادي واحده باي ضعيفه معلش ادي واحده باي ضعيفه وادي واحد اثنين ادي اثنين ادي كده ثلاثه ضعاف يبقى انا عندي ثلاثه باي بوند. اي رابطه محتاجه اتش 2 يبقى انا محتاج ايه؟ قال لي يبقى انت محتاج تعالى ما تسحبش انت محتاج ثلاثه اتش 2 يبقى انا محتاج ثلاثه مول من الاتش 2 عشان تقدر تكسر الرباطات. ايه اللي وراه؟ 1 مول اوف نوت completely burn with excess oxygen يعني كمية اكسجين جاز كبيرة بتطلع 4 مول من المية معرفش. طب استنى اي مركب اورجانيك يتحرق بالاكسجين بيطلع حاجتين ثابتين CO2 وH2O. طب هو قالك انا هحط 1 مول من الاورجانيك هيطلع 4 مول من المية. استني واحدة يعني المركب ده في الاصل بص بص طلع 4 مول من الميه الاربعه دي مضروبه في الاتش ومضروبه في الاو يعني المركب الاورجانيك ده انا قدرت اقطع منه على معلومه هو ايه المركب الاورجانيك في سي اتش. طب تعالى كده نكمل انا قطعت على معلومه انا ولا اعرف كميه الكربون دايكسيد ولا اعرف كميه الاكسجين بس انا اقدر اعرف على معلومه سريعه الاربعه دي مضروبه في الاتش ومضروبه في الاو اصبح عندي ايه؟ قال لي يا مستر اصبح عندي بالشكل ده 4 في اتش يبقى انا عندي كام اتش في المركب ده؟ 8 اتش يبقى انا قطعت ان المركب ده 8 اتشات. ازاي؟ ما انا مطلع 4 هيدروجين 4 ميه هي ال 4 ميه الميه فيها كام اتش؟ 2 4 في 2 بكام؟ ب 8. دور على حاجه فيها 8 اتش مش هلاقي غير السي 4 اتش 8 اي خدمه. اللي وراه رياكشن اوف 2 جايه 2 اتش 2 يبقى دي عمليه هيدروجينيشن ماشي ويز اويل. طبعا انت تسمع كلمه اويل بطنك توجعك اويلز جايه من كلمه اوليفنز بس اعمل نفسك مش سامعني اكستراكت فروم فينيجر از تو ذات زي كونتين نوت بوند. بيقول لي يا مستر لقينا ان غاز الهيدروجين قدر بالفعل يتفاعل مع ماده زيتيه جاية من الخضار مادة زيتية اويل جاية من كلمة اوليفين جميل فيا ترى مين المادة اللي هو قدر يتفاعل معها مادة الزيت دي تعتبر ايه الكان. بص يا حبيبي الاتش عشان تخش بعمل ايه قال لي بكسر رابطة وهي بكسر رابطة وادخل واحدة من هنا واحدة من هنا حلو قوي. طب انا الاتش 2 اتفاعل بالفعل يبقى لازم يبقى ادور على حاجة فيها رابطة ممكن تتكسر ادور على حاجة فيها باي بوند. الاو اتش ما فيهاش باي بوند السي سنجل بوند سي الكان ما فيهاش باي بوند السي اتش ما فيهاش باي بوند اما ده الوحيد اللي فيه باي بوند اقدر اكسره واخش له وين ذا اورجانيك كومباوند رياكت ويز كلورين. حلو عندي ماده اورجانيك بص بجمع الاسئله بتاعتي انا اهو ما لسه بجمعها مع بعض على جنب ويز كلورين قول لي وان كومباوند از فورمد في مركب واحد بس اتكون. السؤال الكلمه دي هي صيغه الحل الناس ممكن تقراها باستهزاء بس هي صيغه الحل. ليه؟ بص حبيبي احنا عارفين ان الكلورين ممكن يتفاعل مع الالكان الناس اللي بره تسمعني لو سمحتوا ممكن يتفاعل مع الالكين. الكلورين لما كان بيتفاعل مع السي دبل بون سي وكان بيتفاعل مع السي سنجل بون سي لما تبقى ماسكه في اي اتش مثلا نركز والله يا استاذنا كان في حاجه بتحصل في الالكين انا كنت بكسر رابطه وادخل هنا سي ال وادخل هنا سي ال بالمره كنت بحط على السهم لو تفتكر سي سي ال 4 فيبقى المركب سي سنجل بون سي سي ال سي ال كده انا طلع لي ناتج واحد يعني انا كسرت الرابطه ودخلت حاجات ما فيش حاجه طلعت يعني ما طلعليش المركب ومع حاجه تانية لا انا طلع لي المركب ده بس هو ده بس اللي طلع ماشي. طب تعالى بقى في اللي بعده في الالكان لما كنت بتفاعل افتكر كنت بحط على السهم يو في او درجه حراره كام 400 حصل ساعتها لما كنت بتفاعل مع السي ال كان ايه اللي بيحصل يا مستر قال لي بص
كنت بدخل سي ال يا واطلع اتش يا، يبقى كنت بطلع اتش وادخل مكانها سي ال، فيبقى المركب سي سي وهنا داخل مكانها سي ال. طب هما اتنين سي ال، في واحده بتروح تمسك مع الاتش. شكرا كده طلع لي كام برودكت؟ كده طلع لي اتنين برودكت. يبقى تاني كده لو اتفعلت مع الالكان هطلع ناتجين، لو اتفعلت مع الالكين بطلع ناتج واحد بس. فبيقول لك مين في دول بيطلع ناتج واحد بس؟ ضرر الحاجه في الالكين. الكان لا، ساتوريتد لا، لان الساتوريتد ده يعتبر الكان. هنا رياكشن از ان اديشن رياكشن، ايوه مظبوط على عينيك، هي اديشن رياكشن لاني بكسر رابطه وادخل حاجه من غير ما اطلع حاجه. طب رياكشن از هيدروجينيشن رياكشن، مالهاش علاقه برضه. طب اللي بعده بيقول السؤال ده حلو قوي، واحد بيوتين رياكت ويز برومين، اول ما تسمع برومين هي اسمها بي ار 2. ماشي، انا عايز اتخن القلم شويه عشان ايه الناس تبقى شايفاه كويس. البرومين اللي هو بي ار 2، يلا معانا. واحد بيوتين، رسم الرسمه، واحد اثنين ثلاثه اربعه، لان بيوت يعني اربعه، واحد يعني على الكربون رقم واحد احط دبل بوند. طب هدخل بي ار ازاي؟ قال لي ولا حاجه، هكسر رابطه وادخل بي ار من هنا، نايس، وادخل بي ار من هنا، جميل. فالمركب يبقى اسمه ايه؟ يبقى هنا دخل، معلش هنا دخل لي عندي بي ار، وهنا دخل عندي بي ار، ومبقاش عندي رابطه خلاص كسرتها. طب لما باجي اعد بعد من اقرب مكان للرابطه لان مفيش دبل بوند، خلاص اتكسرت. ادي واحد اتنين تلاته اربعه، اربعه يعني ايه؟ قال لي يعني بيوتان، جميل. ليه ان؟ عشان كلهم سنجل. طب يا عم هنا في بي ار وهنا في بي ار، هنا اسمها واحد واتنين داي برومو عشان في اتنين برومو. طب يا ترى هنا بص بي ار واحده داخله في الاول وواحده داخله في الاخر، غلط. طب هنا بي ار واحده في النص وواحده في الاخر، غلط، لان الاثنين بيخشوا على المكان اللي كان فيه الدبل بوند. طب هنا واحده هنا وهنا واحده في النص، لا برضو غلط. بص هنا، هنا بي ارايا دخلت في بقى، ايوه، يبقى هنا كان في دبل بوند اتكسرت، وبي ارايا دخلت هنا وبي ارايا دخلت هنا على اول كربونتين واحد واثنين، لان هعد هنا واحد اثنين ثلاثه اربعه، ده نفس المركب بس هو مش قلبه الناحيه الثانيه عشان انت تتلخبط. فهتبقى الاجابه الصح عندك ان شاء الله هتبقى دي. السؤال اللي بعده بيقول all the following alkene are asymmetric except، خلي بالك من كلمة asymmetric يعني not symmetric، معنى كلمة not symmetric يعني مش متجانسة، يعني مش كمية الكربون الهيدروجين اللي مع الكربون ده هو نفس كمية الهيدروجين اللي مع الكربون ده. طب بص يا باشا، يبقى كلهم not symmetric، يعني مثلا السي دي ماسكة في واحدة اتش، اما السي دي ماسكة في اتنين اتش، يبقى ساعتها ده اسمه اسيمتريك. وبدور دايما على الدبل بوند، شوف هنا في مين وهنا في مين، هنا غنيه هنا فقيره. طب تعالى كده، هنا فقيره هنا غنيه، دي اسمها اسيمتريك. طب تعالى معلم، هنا غنيه هنا معهاش خالص ولا اي تكاردش. بيقول لي يا مستر السي اتش 3، اقول لك عبيط، سي اتش 3 مالناش دعوه، ده فرع او ايا كان محطوط في قوس، دي حاجه على جنب. طب هنا بص الدبل بوند هنا في واحده اتش، والسي اللي جنبها مع واحده اتش، الله يا سلام، ساعتها دي يقولوا عليها سيمتريك. هو بيقول لك كله ايه سيمتريك، كل دول نوت سيمتريك ما عدا واحده سيمتريك، اهي ما فيش غير النقطه دي. طب اللي بعده اون ادينج اتش بي ار 2 2 ميثايل 1 بروبين، هنمسك المركب بقى نرسمه، 2 ميثايل 1 بروبين، ماشي بروبين، ادي 1 2 3 4، لا سوري 1 2 3، حط هنا الدبل بوند عشان بروبين. طب و2 ميثايل يعني هنا في مجموعه سي اتش 3، حط بقى الباقي اتشات، هنا احط اتش وهنا احط اتش، هنا احط اتش، هنا احط اتش، هنا احط اتش، جميل. قال لي احط اتش بي ار، بص يا باشا لما احط اتش بي ار اللي هيحصل كالاتي، يلا بينا، هكسر رابطه، يلا يا باشا كسر، وادخل اتش اي وبي ار اي. طب فين الكربونه اللي هدخل الكربونه دي والكربونه دي؟ الكربونه دي تصنف عندي في الكيمياء كربونه غنيه بالاتش، ودي كربونه فقيره. الاتش بيحب يروح للكربونه الغنيه الريتش. طب تعالى كده، فهتبقى الاتش تروح تجري عند الكربونه دي، يبقى الاتش بتحب تروح للكربونه اللي فيها اتشات اكتر، والبي ار هتروح هنا. هيبقى المركب شكله عامل ازاي يا رجاله؟ سي سي سي، وهنا طالع منه مجموعه سي اتش 3، والبي ار دخلت هنا، والباقي عباره عن اتشات. تعالى بقى نسمي المركب، يلا بينا.
ادي واحد اتنين تلاتة، هنا متكرر مرتين لان ده فرع وده فرع، فيبقى اسمه ايه هنا؟ ايه ده اسمه برومو، اما ده اسمه ميسايل. طب يلا بينا مع بعض هنقوله ايه؟ هنقوله اتنين برومو اتنين ميسايل، لاني بسمي الفابيتك الاول اي بي، اتنين برومو اتنين ميسايل وتلاتة يعني بروبين. فين اتنين برومو اتنين ميسايل؟ بروبان، انا اسف. ليه مش بروبين؟ لاني خلاص كسرت الرابطة فتحول لساتيوريتد الكان. Which of the following compound obey Markinikov؟ بص كده معنى كلمة obey يعني يطبق عليه ماركينيكوف. طب ماركينيكوف ده بيتطبق امتى؟ ال H بتروح للكربون اللي معاها اتشات اكتر، وال B R بتروح اللي معاها او اي هالوجين بتروح اللي معاها اتشات اقل. ماركينيكوف بيتطبق على الالكين ال not symmetric او ال asymmetric. بص بقى، يبقى انا عايز ادور على ناس asymmetric، يعني كميه الاتشات في الجنبين مش قد بعض، هنا H2 هنا H2 ده symmetric ما ينفعش. هنا ال C دي اهم حاجه اللي عنده اللي فيه عندهم دول بوند، هنا معاها اتش اي هنا معاها اتش اي، فده سيمتريك ما ينفعش. طب تعال هنا السي دي والسي دي، هتبص هتلاقي هنا معاها اتش اي وهنا معاها اتش اي برده ما ينفعش. طب تعالى كده نبص السي دي والسي دي، بختار السي هات اللي عند الدبل بوند، هنا معهاش اي اتش، تقولي ما في 3 اتش و3 اتش، انا مالي باللي مع الكربونه الثانيه، هنا معهاش اي اتش اما هنا معاها 2 اتش. دي نوت سيمتريك او اي سيمتريك، فطالما ايه سيمتريك هيتطبق عليها نظريه ماركينيكوف فهتبقى الاجابه صح سي. السؤال اللي بعده بيقول ذا الكين رياكت ويز هالوجين باي اديشن، جيف الكين اللي هو مثلا سي دبل بون سي مع الهالوجين مع بي ار 2 مثلا، هيكسر رابطه وادخل هنا بي ار اي وادخل هنا بي ار اي، يبقى انا هنا دخلت كام واحده بي ار؟ اثنين. هل باخد حاجه اسمها هالو الكين؟ بس استنى كده بص اللي طالع سي سي وهنا في بي ار وهنا في بي ار، الدبل بوند الكين اتحولت لحاجه اسمها الكان، والهالوجين بدل هنا دي كانت اسمها بي ار 2 دخلت بي ار وبي ار يبقى اسمها داي هالوجين، يبقى الكان. ركز كده الكان بس، لا في هالوجين دخلت. طب داي هالوجين الكان ولا داي هالوجين الكين؟ استنى يا معلم، هو انت لما عايز تحط البي ار انت كسرت الرابطه، ولما كسرت الرابطه دخلت بي ار هنا وبي ار هنا، يبقى صح هنا لما كسرته تحول للالكان، يبقى اسمها داي هيدرو هالو داي هالو اللي هو الهالوجين الكان. يلا بينا على اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول وين اتنين بيوتين رياكت ويز هيدروجين برومايد، يلا بينا. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، هنا كده معلم مع هيدروجين برومايد يعني هيتفاعل مع اتش بي ار. بص يا معلم اللي هيحصل، هكسر رابطه هدخل اتش فين وبي ار، تعال نشوف بس الاتشات، الراجل ده ناقصه 3 اتشات، الراجل ده ناقصه 3 اتشات، هنا كان ماسك دبل بوند هنا فاضل له اتش، هنا كان ماسك دبل بوند واحده في الجنب فاضل له اتش. طب تيجي نبص ادخل الاتش فين، قال لك هنا عدد الاتشات نفس عدد الاتشات اللي عند الكربونه الثانيه، فسيادتك هتدخل اتش في اي منطقه تعجب حضرتك وتدخل البي ار في المنطقه الموازيه ليها، فسيادتك هتلاقي عندك سي 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 وهنا ظهر لك البي ار والباقي اتشات. طب يا عم الحاج بيقول لي هيديني حاجه اسمها 2 برومو بيوتان، تعال عد 1 2 3 4 يبقى 2 برومو والاربعه اسمها بيوتان. طب يا عم الحاج بيقول لي 2 برومو بيوتان صح، 2 برومو بيوتان صح. طب تعال نكمل، it doesn't obey ماركينيكوف، وهنا مكتوب اوبي ماركينيكوف، واحده واحده بقى عشان نرجع. مستر عمر لو سمحت، هو ماركينيكوف ده بيتحضر على السيمتريك ولا الاي سيمتريك؟ على الاي سيمتريك. طب الراجل ده ايه؟ عدد الاتشات في الكرين كربونات قد بعض، فبالتالي بتقول عليه سيمتريك، يبقى ده ملوش علاقه بالحج ماركينيكوف. ليه؟ اصل هو سيمتريك، يبقى دونت اوبي ماركينيكوف تبقى الاجابه الصح ايه. السؤال اللي بعده بيقول هيدروليسيس اوف ايسايل هيدروجين سلفيت، الايسايل هيدروجين سلفيد اللي هو كان اسمه C2H5OSO3H، هيدروليسيس يعني سيادتك بتحط عليها HOH، خد بالك لما تحط عليها HOH هيتحول ل C2H5OH يعني بتحول لإيثانول. حلو قوي، اول ما يتحول لإيثانول هعمل له ثيرمال ديكومبوزيشن، معنى كلمه ثيرمال ديكومبوزيشن يعني تسخين عند درجه حراره 180،
لما الراجل ده بيتسخن فالميه بتطير منه بيتحول لسيتو اتش 4. حلو قوي. هنا عندك يبقى انت حولتها لايثانول. يا رب الناس تركز معايا. حولت السؤال ده لايثانول وايسين، وهنا ايثانول وايسين، في اجابتين ينفع. بس انا الاجابه الصح يعني الاثنين صح ينفع، بس انا اختار ايه وهنخليها هنا معلم ايثانال عشان نقول انها غلط يعني. فالاجابه الصح هتكون في رقم 12 ايه، وبدل ما تبقى ايثانول خليها ايثانال عشان يبقى هتبقى هي ايه ما تنفعش نختارها. السؤال رقم 13 فهو سؤال كانسلد. السؤال اللي بعده بيقول لي يا مستر انا عندي هنا دي بوند، ها بوند بوند ماسكه مره مع او اتش وماسكه المره الثانيه مع او اتش، حلو مع اتنين كربون. بيقول لي يا ترى ازاي المركب ده اتكون؟ بص يا حبيبي انا عشان هنا ماسك اهو اهو عشان في اتنين او اتش يمسكوا، فاكيد كان في دبل بوند هنا. افتكر بتاع الايثايلين جلايكول، طب كنت بدخله يدخل ايه عشان يدخل او اتش واتش؟ H2O2 كان اسمه بير اوكسايد، كان اسمه هيدروجين بير اوكسايد صح. كنت ساعتها اقدر اكسر رابطه وادخل هنا او اتش وادخل هنا او اتش. طب ما يلا بينا نجيبها. هو المركب 3 يعني بروب، طب الدبل بوند يعني بروبين، ده شكل المركب قبل ما اكسر رابطه. يبقى انا باسنج ذا بروبين جاز، حلو قوي. تو هيدروجين بيروكسيد، صدق صح، هيدروجين بيروكسيد اللي هو ال H2O2 ده اسمه هيدروجين بيروكسيد. طب يبقى الاجابه عندك هتبقى ايه؟ هي الصح. اللي وراه which of the following substance is combustion produce 1 مول اوف سي او 2؟ اي مركب اورجانيك مش هكتبه بقى يتحرق مع اكسجين بيطلع حاجتين ثابتين سي او 2 و اتش 2 او. بيقول لي يا ترى مين المركب الاورجانيك اللي هحطه هنا اللي لما احرقه هيطلع كربونه واحده؟ يبقى انا عايز مركب فيه كربونه واحده، مفيش غير الميثان. هتيجي تبص هنا هتلاقي ايثانول، هتلاقي نص ايسين، هتلاقي نص جرافيت، هتلاقي نص بروبين. هو الايثانول عباره عن ايه؟ C2H5OH. طب الايسين C2H4. طب الجرافيت ده كربون، خلي بالك. طب البروبان ده يا مستر C3H8. انا عايز حاجه تدي كربونه واحده مفعولها اكنها واحد كربون. تعال 0.5 مول هجيب ربع C2H5OH. لو انا عايز اجيب ربع الاثنين، ما خلي بالك تاني معنى كلمه 0.5 يعني كاني بقول لك ايه 0.25 من مركب ال C2H5OH. اصبح كده الربع ده مضروب في ال C2. فانا هاجي كده على الكالكوليتر، بص يا حبيبي هتعمل 0.25 تايمز 2 هيطلع الاجابه عندك بنص. يبقى هنا الصح، يبقى هنا في نص كربون، بيقول لك انا عايز واحد بيكون واحد كربون. يبقى الاجابه الاولى غير صحيحه اللي هي الاجابه ايه. طب تعالى كده واحد مول من البروبان C3H8، ركز كده هو هنا في كام كربونه؟ 3. هنا كام كربونه؟ ما حد لازم احط 3، ما ينفعش. يبقى ما ينفعش، يبقى دي كمان غير صحيحه. طب تعالى 1.5 مول جرافيت، جرافيت يعني كربون، ادي الكربون اجيب منه 1.5 مول. يبقى انا في 1.5 مول كربون، يبقى لازم يظهر لي 1.5 مول كربون دايكسيد، لان الكربون دايكسيد هو الوحيد اللي فيه كربون، ما ينفعش الغي. اللي وراه نص مول ايسين، نص مول ايسين، استنى كده، هي نص من مركب السي 2 اتش 4. هنشوف صح ولا غلط بقى معلم. قلتلك قول نص عشرة على قد، ها نص في اتنين واحد، تصدق صح. يبقى النص مضروبة هنا في ده ومضروبة في ده، نص في اتنين سي يديني واحد، يبقى هنا في واحد كربون، فهتبقى الاجابة الصح هي الاجابة بي. اللي بعد بيقول which of the following reaction its rate is not affected by the light ultraviolet. مين التفاعل اللي مش بيتاثر ولا باليو في ولا بالرمادي؟ ومين التفاعل اللي كان بيتاثر بده؟ كان عمليه السبستيتيوشن للالكان. طب الالكين ما كانش ليه علاقه بالكلام ده اساسا. طب اول حاجه conversion of CO2 and H2O2 glucose and oxygen in green plant. بص اولا السطر الاولاني ده احنا ما خدناهوش وهناخدوه قدام في شابتر 3. طب
ريدكشن اوف، يبقى اول واحد مش معانا عشان ما نعرفوش، ريدكشن اوف سيلفر اين تو سيلفر ديورنج ذا فوتوجرام، برضه ده لسه ما خدناهوش ما نعرفوش. طب رياكشن اوف ميثان، دي مش ميتان ها، اسمها ميثان. ويس كلورين، تصدق الميثان ده يعتبر بالنسبه لي الكان، فالالكان لما يتحط مع الكلورين وفي يو في 400 صح ده بيتاثر، عايز واحد ما بيتاثرش فده غلط. رياكشن اوف ايسين، ايسين ده يصنف عندي من الالكين، والالكين بيتحط مع البرومين ووتر، لما الالكين يتحط مع البرومين بكسر رابطه وادخل اي حاجه، ده لو عملت ار يوفي او درجه حراره 400 هو ملوش اي لازمه بالنسبه له، لان دي العمليه اللي انا شاورت عليها اسمها عندي في الكيمياء اديشن. اللي وراه ان اورجانيك كومباوند رياكت ويز كلورين ييلد وان برودكت، نفس الفكره، مين اللي بيطلع ناتج واحد؟ لما يكون عندي دبل بوند وافعلها مع الكلورين بكسر رابطه وادخل حاجه هنا وحاجه هنا، مش بخرج حاجه تاني غير سي 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 ال سي ال، يبقى انا العمليه دي اسمها عمليه اديشن لاي مركب من الالكين. واحد ديسبليسمنت رياكشن، عارف يعني ديسبليسمنت؟ جاي من كلمه سبستيتيوشن. السبستيتيوشن رياكشن بعمل ايه؟ انا بشيل اتشايه يبقى كده طلعت حاجه وادخل سي ال، والاتشايه اللي طالعه بتمسك في سي ال، يبقى انا كده طلعت ناتجين. لا ما ينفعش يا معلم، مش هينفع نعمل ديسبليسمنت. طب برودكت كونتين وان فانكشنال جروب، ما لا وان فانكشنال جروب رياكتنت اورجانيك كومباوند ريموف ذا كلر، استنى كده، رياكتنت مركب عضوي بيشيل لون البرومين، مين اللي بيشيل لون البرومين؟ يا اما الالكين يا اما الالكين، الاثنين بيشيلوا لون البرومين، والاثنين لما بكسر رابطه مفيش حاجه بتطلع مكان تكسير الرابطه، انت بتدخل على طول جواها، يبقى الاجابه الصح هي دي الاجابه الصحيحه. اللي بعديه بيقول اون ادنج، السؤال ده معاد معلش، 2 ميثايل بروبين، ادي 1 2 3 وادي الدبل بوند 2 ميثايل، يعني هنا سي اتش 3 هنا اتش هنا مفيش هنا اتش اتش اتش، خلاص هحط عليها اتش بي ار، يا ترى الاتش هتخش فين؟ هتخش عند الاتش اللي نكسر رابطه طبعا، هخش عند الاتش اللي عندها اتشات اكتر، والبي ار هتخش تقف مع اختها هنا، والدبل بوند هتروح، فالمركب اسمه 2 و2 يبقى 2 برومو و2 ميثايل بروبان، خلي بالك من كلمه بروبان. اللي وراه عايز بس تعديل صغير منك فيه بعد اذنك، تعالى عند السيمتريك بتاعه الالكين في الاختيار ايه، كان معمول عندك غلط خليه صح، خلاص بيقول لي اختار الكوريكت من دول. البروبايلين، الناس عندها مشكله لما تشوف كلمه بروبايلين، كلمه بروبايلين هي هي كلمه اين، ازاي؟ يبقى هو سي 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 ثلاث كربونات، بروبين يعني فيه دبل بوند، ماله؟ طب نكمل اتشاتنا، ادي اتش اتش وادي هنا اتش وادي هنا ثلاث اتش، ريموف ذا كلر اوف بروبان، يلا شوف بقى صح، بيشيل كلر عشان ده دبل بوند بيكسر رابطه وداخل. سيمتريك، ثانية واحدة، هو سيمتريك هنا الدبل بوند، الدبل بوند الكربون اللي هنا ماسك معاه اتش هنا واتش هنا، اما الكربون اللي هنا ماسك معاه اتش واحدة، يبقى المركب ده نوت سيمتريك، بس هو عامل لك عليها صح، هو حياته نوت سيمتريك، فالإجابة دي هتعتبر بالنسبة لنا إجابة محذوفة. واحد بيوتين، واحد بيوتين بيترسم ازاي؟ هرسم كله فوق هنا معلش وامسح، واحد بيوتين ادي واحد اتنين تلاته اربعه، واحد بيوتين يعني همسك الدبل بوند هنا او في الاول هنا، شوف اللي يعجبك، ماله؟ واكمل بقى هنا في اتش هنا في اتنين اتش ونكمل بقى معلم، ماله؟ قال لي واحد ريموف ذا برمين، طبعا صح عشان ده اين فبيرموف، هو عامله غلط، لا هو صح، فالاجابه هنا هتبقى غلط. اي سايلين، مين الاي سايلين؟ الاي سايلين اللي هو سي دبل بون سي اللي هو جاي من كلمه اي سين، ماله بقى؟ وهنا طبعا في 2 اتش وهنا في 2 اتش 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 اتش، ماشي يا معلم. ريموف ذا كلر اوف برمين ووتر، ايوه ريموف صح. سيمتريك الكان، هنا في 2 اتش وهنا في 2 اتش، صدق صح سيمتريك. هنا convert into binary alcohol، كلمة binary alcohol جاي اللي هو الايسايل الكحول، اسمه عندي binary لان ده الكحول فيه OH واحدة، ناخدها قدام بس اعرفها يعني.
باي كاتاليتيك هايدريشن. ثانيه كده، انا لما اجيب مركب ده واحط عليه ميه بوجود الكاتاليست بيتحول لكحول برضه صح. فهتبقى الاجابه الصحيحه اللي تنفع فيها التلات اختيارات هي الاجابه سي. معلش بالمره، 2 بيوتين، ادي 1 2 3 4 هنا في النص. طب هنا احط يا رجاله اتش اي وهنا احط اتش اي. بيقول لي ريموف برومين ووتر، طبعا طالما في دبل بوند ريموف هو عاملها غلط وهي صح، يبقى الاجابه دي غلط، يبقى الاجابه الصح سي. Which of the following reactions A seen is not addition process. يعني ايه كلمه addition؟ معنى كلمه اد يعني الايسين، مش بكسر الرابطه وادخل حاجه هنا وحاجه هنا. لو عملت برومين فانا بكسر رابطه وادخل واحد هنا، هيدروجين فبكسر رابطه وادخل واحد هنا وواحد هنا. رياكشن اوف ووتر كنت بقسمها ل اتش او اتش، فكنت بكسر رابطه وادخل اتش هنا وادخل او اتش هنا. طب مستر هنا رياكشن وذ اوكسجين، هو امتى بيتفاعل مع الاكسجين؟ في عمليه البيرن. فعمليه البيرن انا ماليش دعوه بتكسير رابطه ولا حاجه، انا بعمل حسابي اي مركب اورجانيك يتفاعل مع اكسجين بيطلع حاجتين ثابتين سي او 2 اتش 2 او، ولا قلت بكسر رابطه ولا بعمل حاجه، يبقى عمليه الكومبشن او عمليه البيرن هي العمليه الوحيده ملهاش علاقه بالاديشن. يلا بينا على البارت اللي بعده. حته بس سريعه كده للناس، سؤال 17، لما قلت لك ان انا هدخل سي ال هنا وسي ال هنا، هنا هنا الصح يعني عشان بس الناس اللي اختارت هالو الكين، انا هقول لك خلاها خليها الكين خلاص، بس برضو الاصح قوي ان انا اختار داي هالو الكين. ما ينفعش اقول هالو، يعني هنا كسرت ودخلت سي لا هنا ودخلت سي لا هنا، كده انا اختار دخلت كام هالوجينيه؟ دخلت اتنين هالوجين. انا رجعت لسؤال 17 بس عشان ايه الطلبه برضو كانت بعت عليه ليه ده. لا حبيب قلبي بص، بعيدا ان انا ممكن اقول لك خلاص اريح مخي خليها الكين وخلاص، حبيب قلبي برضه انا برضه خليها منطق. مين انسب؟ هو انا دخلت كام هالو هاي؟ قال لي دخلنا اتنين هالو، دخلت سي ال هنا وسي ال هنا، دخلت اتنين هالوجين، فما ينفعش اقول هالو الكين. هالو الكين يعني دخلت واحد بس؟ لا انا دخلت اتنين، فالاجابه دي ما تنفعش. يلا بينا على اللي بعده. افتح معايا ليكتشر 8 بارت 1. يلا بينا معلم، يلا بينا. ذا سيرجيكال ثريد، الخيوط الطبيه بنعملها من الايه؟ من التفلون. اوكي. دي انا حافظينها دي، كانت في البوليمرايزيشن. مونيمر يوزد ان بريبير البي بي، مين بي بي؟ اللي هي البولي بروبايل. ماله مين ده؟ يبقى انا البروبايلين او البولي بروبين جاي من اصل البروبين لان انا بسميه الاصل. طب بوليمرايزيشن نو تيك بليس باي اديشن، يا ترى مين البوليمرايزيشن بتتعمل بالاديشن بالاضافه؟ بص حبيبي ركز هنا معايا، انا عامل عمليه بوليمرايزيشن للالكين، حتى لما انا بقول لك بجيب حاجات انساتيوريتد وكسر رابطه وامسكهم كلهم جنب بعض، هتيجي تدور هتلاقي دي الصيغه الوحيده اللي تنفع على قاعده سي ان اتش 2 ان بس، يبقى دي تعتبر الكين. السؤال ده حلو قوي. هالوجينيشن از رياكشن، معنى كلمة هالوجينيشن يعني سيادتك بتدخل بقى بي ار 2 سي ال 2 ما علينا. وين هالوجين؟ اندر ديد بليس باي بريكنج، بعمل ايه؟ في الهالوجينيشن كل اللي بتعمله ان سيادتك بتكسر رابطه وتدخل هنا سي ال وتدخل هنا سي ال او بي ار وبي ار. يبقى هنا الهالوجينيشن ده بيحصل ازاي؟ ده بيحصل في الدبل بوند، وخلي بالك برضو بيحصل في التريبل بوند، انك هنا بدل ما بتكسر رابطه لا هتكسر اتنين، وبدل ما تدخل حاجه هتدخل اربع حاجات. وكان في هالوجينيشن بيحصل في السنجل بوند بس ما كانش بيحصل اللي هو البي ار لو كده، كنت بالاماره بجيب السي ال في وجود الالترا فايلوت درجه او اليو في ايه او درجه حراره 400. ايوه فاكر كان ساعتها ايه اللي بيحصل؟ كنت ساعتها ببدا بعمل هنا، كان طبعا في اتشات سي ماسكه، كنت بعمل تاب دي للاتش. يبقى انا بعمل ايه يا رجاله؟ قال لي كل اللي بعمله كنت بشيل اتشايه وادخل مكانها سي اللايه. فقال لي هل السيجما بوند از الكان اند الكين، يبقى كلهم الالكان والالكين والالكان كلهم سيجما؟ لا طبعا. اللي وراه بيقول سيجما بوند از ان الكان اند الكاين، لا طبعا. ثانيه واحده، هو انا هنا اصل انا مش هقدر اعمل هنا تيك بليس باي بريك سيجما بوند، استني بس، اند باي بوند ان الكين، لا انا بكسر البوند في الالكاين والالكين. خلي بالك باي بوند ان الكان، الكان ما فيهوش باي بوند، الحاجه الوحيده السيجما با بوند
ان الكان. تقول لي مستر ازاي هكسر السيجما؟ هيبقى قلبي استنى. هو هنا مش قصده بمعنى كلمه يكسر قوي على قد ما هو قصده ان هو بيعمل عمليه ريبليس وخانه بس التعبير. بس الكلمه الصح ان الباي بوند بتتكسر في الالكين والالكاين، اما هنا بيعمل ريبليس للهيدروجين. بس باكد عليك عشان يبقى التعبير مفهوم للاخر. طب السؤال اللي بعده بيقول هنا the mixture of not using cutting and welding. هقطع والحم محتاج نار عاليه، كان اسمها بالاماره اوكسي اسيتايلين فليم. كنت بجيب الاي صاعن اللي فيه تريبل بوند واحط عليه اكسس اكسجين، وبالاماره قلت لك كان 5 مول في التفاعل الرسمي بتاعنا. السؤال اللي وراه بيقول on dropping water to calcium carbide. فاكرين الكلمه دي كان اسمها يا رجاله كيك؟ كنت بجيب الكيك ونقط عليه ميه 2HOH، كان ساعتها بيديني الاي صاين. حلو قوي. طب اللي بعده الكاين considered derivative for الكان. واحده واحده بقى، الالكاين ده يعتبر شبيه للالكان. لما اعمل ايه في الالكان؟ تاني تاني، الالكاين مثلا الكاين اللي هو CnH2n-2، اما ده CnH2n+2. لو ركز كده مثلا، لو ده هيبقى اسمه C2H2+2=6، وده هيبقى اسمه C2H2+2=4 C2H2. قال لي بقى المركب ده يعتبر شبيه للمركب ده، لما اعمل ايه في مركبات الالكان؟ هو هنا في كم هيدروجين رجاله؟ 6. طب هنا في كم هيدروجين رجاله؟ 2. اشيل من 6 2، يبقى لما اعمل عمليه اشيل من 6 كام؟ 2. ولا ازاي اوصل لل 2؟ اشيل من 6 4، اشيل من 6 4 يبقى لك 2، يبقى باي ريموفينج 4 هيدروجين. اللي وراه الالكاين، مالهم الالكاين؟ ماشي لسه عاملين كونسيدرد ايه فروم الكين. طب تعالى نجرب، ادي C2H2 والالكين بتاعتها C2H4. ازاي اخلي الالكين شبه ده؟ ازاي اوصل الالكين لده؟ شيل من الاربعه اللي عندك، ازاي اوصله لاثنين؟ يبقى شيل اثنين، يبقى باي ريموفينج تو هيدروجين اتوم. اللي وراه تو بيوريفاي اسيتايلين فروم فوسفين اللي هو البي اتش 3 اند الهيدروجين سلفايد اللي هو الاتش 2 اس. ازاي انقيهم؟ كنت بحط ماده انا فاكر كان اسمها CuSO4 في وجود دايليوتد H2SO4 سوليوشن. تعالى كده، يبقى الاسيديفايد كبر سلفيت كانت بتشيل الامبيورتيز اللي عندي. اوكسي اسيتايلين فليم بروديوس امتى؟ لما احط الاي صاين او الاسيتايلين، لان الاثنين نفس الاسم، اي صاين اسيتايلين عادي مع اكسس اماونت من الاكسجين. حلو قوي. اللي بعديه اسيتايلين از بيرن. اسيتايلين اللي هو C2H2 از بيرن، هيتحرق. باي سموكي، امتى بيطلع دخن اللي هي كانت الكربون دي؟ انا بطلع دخنه لما يا مستر تحرقني مع ليميتد اماونت. يعني كانت بالاماره لو تفتكر 3 بس اكسجين، يبقى هنا لما احرقني مع ليميتد اماونت اوف اكسجين. اللي وراه اسيتايلين از بريبيرد اندستري. ازاي احضر مركب السي 2 اتش 2 في الاندستري؟ انا كنت بجيب غاز الميثان 2 منه بولع فيه اكتر من 1400، وبعد كده بعمل حاجه اسمها فاست كول. طب مستر العمليه دي كالسيوم كاربايد؟ لا، الكالسيوم كاربايد ده في اللاب مش في الاندستري. ووتر فيبر اول اوف ذيم ناتشرال جاز، جايه من هي الميثان يصنف عندي ناتشرال جاز. اللي بعده بيقول اون ادنج، معلش انا اسف اهو، يلا on adding hydrogen bromide HBr ومحددش الكمية على الفاينايل بروميد. بص اول ما اشوف كلمة فاينايل، سي دبل بون سي، هنا في اتش، هنا في اتش، هنا في اتش، نقص لي اتش، هو عليه بروميد، يبقى احط بي ار. هعمل ايه؟ قال لي انا هكسر رابطة،
وادخل اتشايا وبي ار اي. ركز كده معايا قوي عشان الدنيا تبقى سهله معاك. يا ترى البي ار هتخش ايه؟ او الاتش بتروح للكربونه اللي فيها اتشات والبي ار بتروح للكربونه دي. هيصبح المركب شكله عامل ازاي؟ سي سنجل بون سي. هنا هيبقى فيه بي ار، هنا في بي ار، والباقي كله اتشات. اصبح اسمه واحد واثنين، واحد وواحد داي برومو. وده بقى سنجل بقى اسمه ايسين. يبقى الاجابه واحد واحد داي برومو ايسين. السؤال اللي بعده بيقول هيتنج نيسان حلو عند 1500 وبعدين فاست كولينج. كده انت جبت مركب السي 2 اتش 2. زين هيدروجينيشن اوف ذا برودكت. هيدروجينيشن يعني بتحط اتش 2. خلي بالك انه لم يحدد كميه. بص يا قلبي انا عندي نرسم معلش. انت عند حضرتك هنا سي تريبل بوند سي. لما اجي احط اتش 2 كل اتش 2 بحطها بكسر رابطه وادخل هنا اتشاي وادخل هنا اتشاي. اصبح اسمه سي دبل بوند سي. طب مش احط اتش بقى. ولما اجي احط اتش 2 كمان بكسر رابطه وادخل هنا اتشاي وادخل هنا اتشاي. اصبح سي سنجل بوند سي. يعني هو بيعدي من مرحله الالكاين لمرحله الالكين لمرحله النهائيه اللي هي الالكان. فالراجل ده ما حددش. طالما ما حددش يبقى هو سابها كده مفتوحه. مستحيل تبقى الكاين ولا تبقى الديهايد ولا تبقى ايثانول. مش عنديش حاجه تنفع غير الايثان. اكني دخلت بدل ما ادخل واحد اتش 2 انا دخلت 2 اتش 2 فكسرت الرابطتين وقدرت احولها لالكان فاصبحت ايثان. اللي بعده بيقول اون ادنج هيدروجين برومايد. مين الهيدروجين برومايد ده؟ معلم اتش بي ار. هحط الاتش بي ار على البروباين دي واحد اتنين تلاته. فانا هنا هعمل تريبل بوند ما تنساش. خلاص؟ طب مستر هنا احط اتش وهنا مش هحط حاجه. ليه؟ لان كده ماسكه في كام؟ قال لي كده ماسكه في اربعه. هكسر. انا عايز هيدروجين برمايد. ماشي يا معلم ما حددتش الكميه الثابته اللي هستخدمها. يلا يا ريس ادي سي تريبل بوند سي وهنا سي. ماشي يا مستر دي ملهاش علاقه بده. انا بتكلم على الناس اللي حوالين التريبل والدبل. هنا احط اتش وهنا احط اتش بي ار. ما طالما ما حددتش يبقى انا هشتغل بقى على كيف كيوفي. هعمل ايه؟ هكسر رابطه ادخل اتش فين؟ الاتش بتحب الاتش الاكتر والبي ار بتحب الاقل. طب مستر لو سمحت لو انا هنا جيت شفت شكله لو سمحت ركز هيبقى سي دبل بون سي سي. وهنا دخل لي ادي اتش وادي اتش وادي هنا بي ار. طب لو انا دخلت اتش بي ار كمان ايه اللي هيحصل عمور؟ هكسر رابطه وادخل الاتش عند الاتشات الاكتر والبي ار عند الاقل فاصبح شكل المركب سي سي سي. وهنا هكتب يا رجاله ركز معايا بقى اتش 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 وهنا بي ار وتحت هنا بي ار. اصبح واحد اتنين تلاته. يبقى انا هقول بروبان. طب هنا كام؟ هنا عند الكربونه بي ارايا عند الكربونه بي ارايا اتنين واتنين داي برومو بروبان. فين بقى؟ يلا يا عم خلص. اتنين واتنين داي برومو بروبان. اللي بعده بيقول ديورنج دروبنج اوف ووتر. لما نقط ميه على الكالسيوم كاربايد هيديني ايه؟ لسه حلينه الايساين اللي هو سي تريبل بون سي. هنا ماسك فيتش هنا ماسك فيتش. اللي وراه الكومباوند اللي قدامنا ده سي اتش 3 شرطه سي ماسكه في اتش وماسكه في 2 بي ار. ماشي يا معلم عايز ايه بقى؟ ازاي احضره؟ بص يا باشا محدش يقول لي ان انا احط بي ار 2. عارف اشمعنى؟ لانك لما تيجي تحط بي ار 2 استاذه محترمه اللي بتسمعيني فانت بتكسري رابطه وتحط بي ار هنا وتحط بي ار هنا فاصبحت البي ار متوزعه على الاثنين. اما هنا في المركب ده هو البي ار موجودين هما الاثنين على نفس الكربونه. يبقى الاثنين بي ار موجودين على ايه؟ قال لي الاثنين موجودين تاني الاثنين موجودين على نفس الكربونه. يبقى انا هعمل ايه؟ بص يا معلم ايه رايك؟ انا هكتبها لك تحت هنا. لو انا جبت سي تريبل بوند سي طبعا هنا في اتش وهنا في اتش وقمت مدخل هنا اتش بي ار فاللي هيحصل كالاتي هكسر رابطه وادخل هنا اتش اي وادخل هنا بي ار اي فاصبح المركب سي دبل
سي دبل بون سي، وهنا في اتشاية، وهنا في اتشاية، وهنا في اتشاية، وهنا في بي ار اي بلس. هقوم دخل هنا كمان اتش بي ار، اكسر رابطه وادخل هنا اتشاية وادخل هنا بي ار اي. تعالى كده نشوف اللي هيحصل. ليه دخلت اتش؟ لان الاتش بتحب الاتش الاكتر، والكربونه دي فيها اتش اكتر. سي سنجل بون سي، هنا في اتش، هنا في اتش، هنا في اتش، هنا بي ار، هنا بي ار، وهنا اتش. تصدق كده الاثنين دخلوا على نفس الكربونه. يبقى انا هعمل هيدروجين برومايد زن هيدروجين برومايد. اللي بعده بيقول all the following، الشخبطه الجميله دي، تعالى all the following can apply for vinyl. اول ما اسمع كلمه vinyl، سي دبل بون سي، هنا اتشايه، هنا اتشايه، هنا اتشايه، وخلاص vinyl ايه؟ اسيتايلين. يا نهار ابيض، هو مين الاسيتايلين ده؟ قال لي يا مستر ركز لو سمحت، الفاينايل اسيتايلين لما اجي احطه، ها ها خلي بالك ما بين كلمه اسيتايلين وايسايلين، بالله عليك ايسايلين دي حاجه، الايسايلين تاني. اي اشتغل سايلين هو هو الايسين، اما الاسيتايلين يصنف عندي ان هو الايساين ابو تريبل بوند ده. حلو، فالراجل ده هيبقى هنا مكان هنا في سي تريبل بوند سي. اه يبقى مجموعه الاسيتالين، بدل ما كنت بحط هنا يا رجاله في الجزء ده بي ار، لا انا كملت الرجل الفاضيه بتريبل بوند. بيقول لي هنا كل ده اول ذا فولوينج ممكن يحصل على المركب ده معايا، ممكن بوليمرايزيشن طالما في دبل بوند وتريبل بوند بوليمرايزيشن. ساتوريتد باي 3 مول اوف هيدروجين، معنى كلمه ساتوريتد يعني اكسر كل الرباطات الباي بوند. تعالى كده ادي هنا 1 2 3، تصدق اه انا ممكن اكسره بثلاثة مول. عايز الناس تصلح حاجه عندها، انا اسف. هنا بيكم الكين، خلي بالك من الجمله دي، افتر ادينج 3 مول هيدروجين. هو انا لو دخلت 3 H2، احنا عارفين مع بعض كل H2 بتكسر واحد رابطه باي، يبقى كل H2 بتكسر واحد رابطه ايه؟ باي. لو انا حطيت هنا ادي 1 2 3 كده كسرت الثلاثه، بقى كله سنجل. قال لي هنا هل هيكون الكين؟ مكتوب عندك الكان، لا اعملها الكين. قال لي مستحيل يكون الكين، فهتبقى الاجابه دي الخاطئه، يبقى انت تصلحها وهي دي الاختيار. اللي وراه heating two molecule of هنا تشيل بس كلمة absence دي، heating two molecule of CH4. نايس كلام. 1400 وبعد كده بعمل fast cooling، هيديني ايه؟ قال لي هيديني كول، ما تنساش هيديني C2H2 بلس مين؟ التلاتة H2 كانوا بيهربوا، هيديني الاسيتايلين ومعاه الهيدروجين. ها البرومين ديزولف ان كربون تترا كلورايد. حلو، از يوزد ان ديفرنشيت. البرومين بيفرق ما بين مين؟ قال لي بيفرق ما بين الالكان و، بص بقى بص عامل ايه، الالكين والالكاين. يبقى بيفرق ما بين ده ودول، لان ده عنده كل الرباطات سيجما، اما هنا في رباطات باي، فدول بيتفعلوا ده ما بيتفعلش. بس خلي بالك البي ار 2 لا يفرق، ما بيفرقش ما بين الالكين والالكاين. اشمعنى؟ لان هما الاثنين بيكسروا، هما الاثنين بيلونوا وبيختفي. بيقول لي يا ترى البرومين ووتر بيفرق ما بين كل دول ما عدا، انا عايز حاجه ما اقدرش افرق ما بينهم، يبقى الايسين والبروباين، يعني بالبلدي الالكين والالكاين. بصوا يا شباب عشان بس ايه ما تفرهدش مني، انت لسه واخد فيديو كبير وفي حل كتير، مش هفرهدك. انا هديك جزء يعني لحد كده هقف عشان سيادتك تبقى كده يعني ها مستقر، وجزء الكلاس شيت مش هدخله مع الفيديو ده عشان ما يبقاش كله ترس ترس ترس، تعرف حتى تلم. هنزل لك جزء بتاع الكلاس شيت ليكتشر 6 و7 مع مش هنزله تاني 6 و7 مع البارتس اللي جايه، عشان كده ما يبقاش الضغط والحل اللي انت شفته كتير. احنا حلين كتير قوي 9 ساعات كاملين،
بص انا مش هطلب منك غير حاجه واحده، اعمل اللي عليك واعرف ان ربنا شايفك والله العظيم في ميزان حسناتك وربنا يرضاها لك. شد حيلك ومن القلب بقول لك ونيفر جيف اب. شباب دلوقتي يلا بينا نخش على بار 2 في الجزء صفحه رقم 99. يلا بينا بارت 1 احنا كنا حلينه. في السؤال الاول زود لي كلمه بيوتاين ويلا نحل مع بعض. بيقول لي هنا ذا نمبر اوف هيدروجين مول نيد تو ساتوريت. معنى كلمه ساتوريت يعني خلي كل الرباطات اللي فيها سنجل، يعني بالبلدي يكسر كل الرباطات اللي واحد وثلاثه داي فينايل بيوتاين. واحده واحده ادي 1 2 3 4. كلمة اين يعني تريبل بوند. تعالى كده معلش هنبتدوا من هنا، مش هتكفينا دي. ادي 1 2 3 4 ماشي. اين يعني في تريبل بوند هنا، 1 و3 ضايف اين. عندك كربونه واحد هتحط مجموعة بنزين وتنتشر البنزين عامل كده، وعند 3 تعمل كده. متنساش ان هو عامل كده بس. يلا بينا. عايز اكسر، عايز اعرف ادخل كام واحده هيدروجين. بص يا باشا، كل واحد بوند محتاجه مول من الاتش 2، يبقى انا هكسر ده واكسر ده واكسر ده. كسر اي حاجه دبل، اي حاجه باي كسرها، دبل تريبل اي حاجه فيها باي بوند كده كسرت. ادي 3 و3 خلي بالك البنزين 3 و3 يبقى 6 7 8. يبقى انا محتاج 8 مول من الاتش 2 عشان اكسر. اللي وراه قال لي والله عندي مركب اسمه سي اتش 2 بي ار 2. السؤال ده المركب ده جامد قوي، سي ماسك في سي، هنا ماسكه في تشاي، هنا ماسكه في تشاي، هنا ماسكه في بي ار اي، هنا ماسكه في بي ار اي. لو جيت بصيت للمركب هتلاقي المركب في حاجه ناقصه. ما ينفعش يبقى المركب السي ماسكه في 1 2 3 رباطات بس. هنعمل ايه؟ هتقولي اي رابطه فاضيه احط لها هيدروجين. قلت لك انا في الحصه بتاعت المراجعه ما ينفعش ازود هيدروجين طالما هو حاطط لي هيدروجين. هو بيقول لي هم دول الهيدروجين الموجودين اثنين، انا راح مزود له؟ لا. طب ازود ايه؟ قال لي الحاجه اللي ازودها ما تاثرش الدبل بوند. يبقى الحاول الحاجه اللي ما اقدر ازودها ما تاثرش عليا التريبل والدبل اللي هو الباي بوند عندي. فكده اصبحت متعادله. المركب ده الكين. طب تعالى المركب ده سي 4 اتش 6. ادي 1 2 3 4 6. طب بقول لك نيجي نطبق القاعده سي ان اتش 2 ان 4 في 2 ب 8 ناقص 2 ب 6. يبقى تصدق القاعده بتاعتها سي ان اتش 2 ان ماينس 2. لو جينا طبقنا القاعده دي قاعده الالكاين، والالكاين ده اللي معروف ان فيه تريبل بوند 1 2 3 4. وانا هحط يا عم التريبل بوند في اي مكان يعجبني احط التريبل بوند هنا. فبيقول لي اون ادينج 1 مول اوف برومين ديزولفينج كربون تتراكلورايد، يعني احط بي ار 2 اللي هو بسميه عندي ريد سوليوشن. لما احط سائل احمر عليها، لما سيادتك تحط البي ار، بس هو قال لك احط قد ايه؟ 1 مول بس. البي ار لما تتكسر لونه بيختفي. البي ار هنا امتى بيتكسر؟ لما يكون موجود اي باي بوند. فهيقوم كاسر الرابطه. يلا بينا. قال لي هتحط مره على الاكس ويتحط مره على الواي. هكسر رابطه وادخل البي ار 2، واحده هنا واحده هنا، يبقى هنا اللون اختفى. طب تعالى هنا نفس الكلام، ده انا هنا هكسر الرابطه وهيتبان لسه رابطه كمان، وهنا اللون هيختفي برضه عشان كسرتها. يبقى الاجابه الصح كلر برومين ريموف ويز اكس اند دونت ريموف ويز واي. لا. كلر برومين دازنت ريموف ويز اكس. لا. كلر برومين ريموف باي اكس اند واي. ايوه اللي وراه اون ادينج هيدروجين مول تو 1 مولكيول اوف ذا 4 برودكت دروب اون كالسيوم كارباي. واحده واحده بيقول لي لو انا معايا هنا اون ادينج، خلي بالك عشان الناس ايه هنا بتتلخبط خالص خالص مالس. بص يا استاذ اون ادينج هيدروجين مول، يبقى انا هحط اتش 2 على الناتج اللي هيطلع لما نقط نقط من الميه على الكالسيوم كاربايد. هو الكالسيوم نقط نقط على مع الكيك هيديني السي 2 اتش 2. مين يا عم السي 2 اتش 2؟ اللي هي سي تريبل بون سي اللي هي اسمها الاسيتايلين. لما سيادتك تحط 1 مول بس من الاتش 2
فالواحد مول هيكسر رابطه واحده بس وتخش هنا اتش وتخش هنا اتش، هيصبح المركب اللي موجود سي دبل بون سي، وهتبقى الموجود اي سين. يبقى انت حولت من اي ساين لاي سين. ذا تو كربون اتوم ان اي ساين موليكيول ار شير. السؤال ده جامد قوي. كلمه اي ساين يعني سي تريبل بون سي، هو بيقول لك الثلاث الكربونتين دول مشاركين مع بعض بيه. خد عندي معلومه بقى اهي، معلومه اي رابطه خلقها ربنا في الدنيا اهي بوند اهي، عباره عن مشاركه الكترون من هنا مع مشاركه الكترون من هنا. يعني لو مركب اكس ومركب اكس، فمركب اكس ده متبرع بالكترون والتاني يتبرع بالالكترون، يبقى اي رابطه عباره عن اثنين الكترون. طب الراجل ده ادي الكترون وادي الكترون، ادي الكترون ادي الكترون، ادي الكترون ادي الكترون، يبقى كل واحد منهم اتبرع لكل رابطه عباره عن اثنين الكترون. فيقول لي دول كام الكترون؟ هتقول له على طول دول 6 الكترون. هتيجي تدور مش هتلاقي 6، بس انت في عندك كلمة اسمها بير. كلمة بير يعني زوج، مش هما 6 الكترونات؟ اه صح، 6 الكترون. يبقى كام زوج؟ يبقى 3، لان الزوج يعني 2، 3 في 2 بكام؟ ب6. يبقى هنا في 3 بير، يعني هنا 3 ازواج في وش بعض. طب اللي بعد بيقول all the following alkene are asymmetric except، كلهم asymmetric يعني غير متجانسين ما عدا في واحد بس السيهات هنا محترمه. هنا في اتش، هنا في 2 اتش، ده asymmetric. هنا في 2 اتش، هنا في اتش، ده asymmetric. هنا في اتش، هنا قرعة مستر، اه ده asymmetric. طب هنا في اتش وهنا في اتش، ده symmetric. هو بيقول لك كله asymmetric ما عدا، يبقى هو ده السيمتريك. اللي بعديه on adding السؤال ده انا بحبه، on adding هيدروجين بروماين اتش بي ار، احطها على الفاينايل. اول ما اسمع كلمه فاينايل في الامتحان سي دبل بون سي اتش اتش اتش، اعملها وكانها حرف الاتش ناقص منه رجل، في حاجه ناقصه هنا. ماشي ماشي، ده اسمه فاينايل. فاينايل بروميد يعني ايه؟ هحط مكان الرجل مجموعه بي ار. حلو، لما احط اتش بي ار بقى ايه اللي هيحصل؟ هتقول لي يا مستر لما احط على الموضوع ده اتش بي ار هكسر رابطه وادخل اتش في حته وادخل بي ار في حته. هتخيل كده، يا ترى هدخل اتش فين؟ هدخل اتش في الكربونه اللي شايله اتشات اكتر، يبقى هدخل اتش هنا. طب والبي ار هدخلها هنا، هيبقى المركب عندي شكله عامل كالاتي سي سي. جالس غط خلاص هموت، هنا اتش هنا اتش هنا اتش. طب هنا اتش الحمد لله راحت تقريبا، بي ار بي ار بس. طب المركب اعده منين؟ ادي واحد اتنين، بس هنا خلي بالك الفرع متكرر مرتين، فانا هقول واحد واحد داي برومو وايه تاني اسمه ايسان، يبقى واحد واحد داي برومو ايسان. السؤال بعده يقول لحضرتك ما تخافش المايك ما يقطعش، انا اللي عندي صوت. What is the formula of polymer which is prepared from the، يا ترى يا ترى ثانية واحدة، كله اسود، استنى ايوه يا سلام يا رب يلا بينا. بيقول لي هنا لو عندي مركب سي دبل بون سي، هنا سي اف هنا اف وهنا اتش وهنا اتش اتش، لو عايز اعمل له بوليمرايزيشن. بص يا حبيبي، خطوات عمل البوليمرايزيشن في المنزل: واحد كسر بوند باستخدام هيت وكاتلست. جميل، بعد ما تكسر الحمد لله هيبقى الشكل سي ال اف اتش اتش. بعد ما تكسر لون انت عملت حاجه اسمها فري الكترون، بقى عندك الكترونات حره.
لما كسرت هنا ده بقى عنده هنا الكترون حر، كل واحد رجع له الالكترون بتاعه، هنا في الكترون وهنا في الكترون. ممكن من خلال الالكترون اللي معاه ده يقدر ان هو يعمل ربطات جديده. طب انا اعمل ايه بعد ما اكسر؟ يبقى انت عندك فري الكترون، اعمل براكت جميل كده وحط هنا ان، يعني هبدا اعمل عمليه تكرار، هكرر المركب بالشكل ده كذا مره. تعالى بقى نشوفوه هنا، سي ال سي ال سي ال سي ال طبعا. طب هنا بص كده سي ال اف سي ال اف، يبقى هو ده كان الشكل، هو كان شكله كده في الاول. لا يا مستر، طب اسمه اف اف سي ال سي ال، هل ده شكله كده في الاول؟ لا، بس لو جينا بصينا هنا ادي اف وسي ال، وهنا اتش واتش، ارجع كده صدق صح، سي ال اف اتش واتش، يبقى ده الاول. وراح بكرر لك واحد تاني جنبه، اه كده هو عمل بوليمرايزيشن، يبقى ده الشكل الصح ليا. واحد من دول غير الراجل الطيب ده. اللي بعده مولكيول كان بي بوليمرايز باي اديشن. اول ما تسمع بوليمرايز اختار دور اي حاجه ليها علاقه بالالكين. معرفش هو ماله اتهبل ليه، اي حاجه ليها علاقه بالالكين، اي حاجه الواحده بتاعتها سي ان اتش 2 ان، هتلاقي ده ما ينفعش، ده ما ينفعش، ده ما ينفعش، كل دول الكانات، ده الوحيد اللي ينفع. The number of mole of hydrogen molecule required to saturate one mole of the. انا بحب الاسئله دي قوي قوي بتاعت الرسمه دي. اول حاجه اشوف فيه كم كربونه ووصلهم ببعض، اياك تحط له هيدروجين في السلسله عشان ما اجيش اقطع ايدك. ادي هنا 1 2 3 4 5، انا هكتب 1 2 3 4 5. الاولانيه فيها ثلاث اتشات، اتش اتش اتش. اللي بعدها طبعا تقول لي ليه الاتش دي مش ماسكه مع لما اي حاجه قدام فرع بقى قوس ايا كان ماسك مع الاتش اللي قبله. ماسك هنا في اتش، وهنا ماسك في ايه؟ قال لي هنا ماسك في اتش. طب هنا مش قابله اي حاجه، طب هنا ماسك في ايه؟ في اتش. طالما هو حاطط الاتشات يبقى انا هعوض بالدبل او التريبل زي ما هنشوف. هنا السي دي ماسكه في ايه؟ الحمد لله ماسكه في رابطه 2 3. طب دي فاضل لها واحده، احط دبل بوند. طب ليه ما احطش الدبل بوند هنا؟ لو حطيت الدبل بوند هنا فاصبحت السي دي ماسكه في 1 2 3 4 علامه 5، ما ينفعش، يبقى انا احط الدبل بوند هنا. طب تعالى نفكره، السي دي ماسكه في كام بوند؟ ادي 1 2 3 4، دي كده ماسكه في كام؟ في 4، كده مظبوطه. طب السي دي ماسكه في كام بوند؟ ماسكه في 1 2، فاضل لها ايه؟ فاضل لها 2، يبقى انا احط هنا تريبل بوند. تعالوا نشوف الاخيره ماسكه في 3 1 اتش، اتظبطت. بيقول لي لو سمحت لو عايز اعمل ساتوريشن المركب ده، ساتوريشن اكسر كل الدبل بوند، كل الباي بوند، عشان اكسر باي بوند محتاج اتش 2، يبقى هكسر ده واكسر ده واكسر ده، يبقى انا هكسر 3 ربطات، يبقى محتاج 3 هيدروجين، يبقى الاجابه الصح هتبقى بي. هسيبك اشوف الزغطه دي وارجع لك تاني. بيقول لي هنا يا رجاله وين 1 مول اوف اسيتايلين، اسيتايلين اللي هو مركب ال سي 2 اتش 2 سي تريبل بون سي، هيتفاعل مع 1 مول من الاتش سي ال، يا ترى ايه اللي هيتكون؟ ولا اي حاجه، انا هكسر رابطه وادخل هنا اتش اي وادخل هنا سي ال، هيبقى المنظر كالاتي، سي دبل بون سي، وهنا في سي ال معانا، والباقي كله عباره عن مجموعه من الاتشات. حلو جدا. طب ما يلا بينا يا ريس، يلا بينا. الشكل ده اسمه ايه؟ قلبي دق تلات دقات لما سوري هنا ما فيش اتش ولا حاجه، لما افتكر الشكليات، لما يبقى عندي يعتبر حرف الاتش ناقص رجل ودبل بوند. خلي بالك لما يبقى عندي في الايسين بس، في الايسين بس عندي ايسين ناقص، لا عندي ايسين ناقص اتش ناقص رجل محطوط مكانه اي حاجه اسمه عندي ايساين، سوري اسمه عندي فينايل. جميل. طب فينايل ايه؟ هنا في سي ال يبقى كلورايد، اهي الاجابه هتبقى عندك ايه؟ بي. السؤال اللي بعده بيقول اون ادنج 2 مول من الهيدروبروميك اسيد تو ابروباي. ماشي، واحد، الناس تركز عشان لو انت حليتها بعينك مش هتحلها. 2 3 اين يعني فيها تريبل بوند، وكمل اتشاتك بقى جميلة. هنا مفيش حاجه، هنا في اتش وهنا ثلاث اتشات. ماشي، هحط ايه؟ قال لي هتحط 2 مول من الهيدروجين بروميد، يبقى 2 من الاتش
بي ار. انما الاتش بي ار فزعل انا كده هكسر ربطتين. هتكسر ده وتدخل هنا اتش. الناس تسالني بقى الاتش هتخش فين؟ هنا الاتش بتخش عند الكربونه الريتش اللي عندها كربونات اكتر. فهنا دخل اتش وهنا دخل بي ار. طب اقول لك بقى على حاجه كمان، قول يا مستر المفاجاه. في واحده كمان كده دخلت واحده، خد واحده كمان ادخل نفس هنا الاتش وادخل هنا البي ار واكسر الرابطه الثانيه. بقى عندي سي سي سي. وبعدين يا معلم قال لي يا مستر هنا في بي ارايا وهنا في بي ارايا. هيبقى المركب ده اسمه عندك ادي 1 2 3 بس اسمها 2 2 داي برومو. الراجل الطيب ده اسمه بروبان. حلو قوي. تعال نجربه بقى. فين؟ هنا هيبقى اسمه 2 2 داي برومو بروبان. صح كده. اللي بعده بيقول لك اديشن بوليمرايزيشن بروسيس تيك بليس باي كذا ستيبس. ازاي بعمل عمليه البوليمرايزيشن؟ عادي يا سلام. كسر رابطه بالتسخين وبالضغط، فكك الكترونات خليها حره، حط الاقواس واعمل تكرار. يبقى هيتنج اندر ذا هاي بريشر ليبريت بوند الكترون، يعني فك الالكترونات بتاعت البوند. بوندنج يعني ابدا بقى ربط وجمع الناس مع بعضها. فهتبقى الاجابه الصح عندك هتبقى الاجابه ايه. السؤال اللي بعده بيقول وين ذا هيدروجين اتوم ان ايسان. السؤال ده حلو. ايسان سي 2 H 6 خلاص. وين ذا هيدروجين اتوم ان ايسان هيدروجين يعني هيدروجين ريبليس باي ميثايل جروب. يعني بدل ما تسمها سي اتش 6 2 في 2 2 في 2 ب 4 ماشي تبقى سي اتش 5. هبدلها بميثايلين جروب يعني شيل اتشايه من الميثان ومن الايسان واحط سي اتش 3. ماشي. مين المركب ده هنعرفه دلوقتي؟ هنا في سي وهنا في سي. يبقى هنا سي 3 اتش كام؟ 5 و3 يبقوا كام؟ 8. ماشي نشوف مين ده. قال لي ذا ريزلت كومباوند از بوليمرايزد فورمنج. خلي بالك بقى. قال لي لو انا دلوقتي معايا ايسان هبدا ان انا اشيل منها، خلي بالك، هبدا ان انا اشيل من الايسان اتشايه. يبقى انا شلت من الايسان اللي هي من الاتش 6 شلت منها اتشايه وابدا ان انا احط مكانها ميثايل جروب اللي هي مجموعه سي اتش 3. خلاص. فكده يا مستر قال لي ذا ريزلت برودكت بوليمرايز. لو انا عملت بوليمرايزيشن للراجل الطيب ده، خلي بالك برضو في نقطه انا عايزك تخلي بالك منها، لان النقطه دي انا من النقط اللي مش مقتنع بيها. اولا عشان بس متفقين، لو ده تم بالشكل ده يبقى نو كوريكت انسر، عشان بس الناس تبقى مركزه. اشمعنى؟ لان انت بالشكل ده 3 في 2 بكام؟ ب6 زائد 2 ب8. المركب ده اسمه بروبان، والبروبان ما بيتعملوش بالبرايزيشن. عارف ليه؟ عشان هو تبع مركبات الالكان. ادي نقطه. طب مستر ايه الصح بقى بتاعي؟ بعد اذن حضرتك بدل ما كلمه ايسان تحط لي هنا ايسين. طب يلا بينا بقى نعملوها. ادي سي 2 اتش 4 ماشي. قال لك هشيل منها اتشايه واحط مكانها ميثايل جروب. انا شلت اتشايه بقت اسمها 3 واحط ميثايل جروب اتش 3. تعال نجمعهم 2 سي و1 سي يبقى 3 سي. 3 اتش و3 اتش يبقى 6 اتش. سي 3 اتش 6 ده هو مركب السي ان اتش 2 ان. ده مركب الالكين. وش يتعمل له بوليمرايزيشن ما يزعلش. هبلمره ازاي؟ هيبقى بدل ما اسمه ايه ده 3 هيبقى اسمه بروبين. هيبقى اسمه بولي بروبين اللي هو بديله بي بي. ده كان يعتبر ماده ناشفه بستخدمها في صناعه الكيسز والكاربتس. اللي بعده ذا بوليمر برودوسد باي اديشن اوف ذا بوليمرايزيشن كان بي ديسكرايبد از. البوليمر اللي بيتكون بالبوليمرايزيشن ممكن اوصفه في ايه؟ بعملية الاديشن. ان انا بعمل ايه الاديشن؟ ان المونيمرز بيبقوا شبه بعض عشان لما لكن الكوندنسيشن كان المونيمر بيبقوا مختلفين. A giant molecule produced from the condensation of the lower polymer. ايه lower polymer ده معلم؟ نو. A giant molecule يعني بوصف البوليمر هي حاجة كبيرة صح؟ اتكونت نتيجة لعملية ادنج للارج نمبر كمية وعدد كبير من سيم مونيمر. تصدق صح؟ يبقى الإجابة صح هي الإجابة بي. يلا بينا.
وات از ذا كوريكت ايوباك نيم للمركب الجميل ده؟ خد اطول سلسله فيها كربون وفيها تريبل بوند. خلي بالك اهي ادي اطول سلسله. طب مستر وده هيبقى فرع وده هيبقى فرع. طب بص يا باشا طالما ده فرع وفرع عد من اول جنب اقرب جنب للتريبل بوند سيبك من كل حاجه. ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه عدد العكس هتبقى لا بعيده. طب خمسه يعني ايه؟ خمسه يعني باللاتيني بنت. طب بنت ايه؟ قال يا مستر بنتاين. طب هنا في برومو وبرومو يبقى واحد واحد يبقى واحد واحد داي برومو بنتاين. فين بقى؟ ادي واحد واحد داي برومو بنتاين. طب ثانيه واحده قال بنتاين موجوده عند الكربون رقم كام؟ اثنين. يبقى احنا مظبوطين. اللي وراه بيقول ذا مولكيولا فورمولا للمركب ده خمسه كلورو اربعه اربعه داي ميثايل اثنين بنتاين. زود لي بس هنا من السي سي ال. تعالى كده اول حاجه تعالى نمسك مع بعض البنتاين. ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. قال لك هنا اثنين يبقى عند الكربونه رقم اثنين هحط تريبل بوند اين. اربعه واربعه واحد اثنين ثلاثه اربعه 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 داي ميثايل. هنا في سي اتش 3 وهنا باذن الله في سي اتش 3. خمسه كلورو يبقى عند هنا تحط سي ال. تعالى بقى كمل اتشاتك. الراجل ده ناقصه 3 اتش. الراجل ده مش ناقصه حاجه. ده مش ناقصه حاجه. ده ناقصه 2 اتش وشكرا. يبقى هنا في اتش 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 اتش. قال لي بقى انا عايز الموليكيولار فورم. لما تسمع جمله زي دي اجمعهم كلهم مع بعض. 1 2 3 4 5 يبقى 5 سي 5. طب كام اتش؟ ادي 1 2 3 4 5 ادي 6 7 8 ادي 9 10 11 يبقى اتش 11. طب هنا في ايه؟ قال لي اللي هي طلعت الذره كانت بره. شكرا. يبقى سي 7 سوري ده جبنا ايه؟ سوري انا اسف. بص الغلطه بتاعتي بص الغلطه بتاعتي بتاعت المبتدئين. ايه ده ايه ده ايه ده؟ 1 2 3 4 5 6 7 في 7 معلش بقى التعب والبرد مأثر علينا. يبقى سي 7 اتش 11 سي ال. يبقى هي دي الاجابه سي 7 اتش 11 سي ال. ما تنساش تاخد السيات اللي موجوده فوق. قال لك وين ايكوال نمبر اوف مول اوف ريد بروماين سوليوشن. نفس عدد بيتحط على البروبان. بص يا معلم البروبان يصنف عندي من الالكان والالكان ما بتتفاعلش مع البي ار 2 لان البي ار 2 عشان تتفاعل لازم رابطه تكسرها عشان لونها تختفي. هنا مفيش رابطه هنا كل موجودين ساتوريتد. ذا ريد كلر ديس تشارج. معنى كلمه ديس تشارج يعني يختفي. لا هو مش ديس تشارج ولا اي حاجه. ادي واحدة ذا ريد كلر دونت ديستشارج. صح مش هيختفي هيفضل احمر زي ما هو لانه ما اتكسرش. اند شيل بقى الجملة دي العبيطة دي اند ات از ساتوريتد كومباوند. صح عشان هي ساتوريتد كومباوند. اللي بعده يلا هم كام سؤال نخلصوهم. بيقول لي هنا مستر لو عندي التفاعل ده حط اول حاجة هيدروجين في وجود النيكل والبلاتين حط كم واحد هيدروجين اتنين فانا هكسر الرابطتين اللي عندي فيبقى المركب هنا 1 2 3 4 سنجل. طب لو حطيت اتش بي ار ركز بقى كده في الكلام عشان الدنيا تمشي معاك. ادي سي ادي اتش ادي اتش اتش هنا بس انتبه لك ايه محترمه كده شكلها حلو. حط عليها 2 اتش بي ار. فانا هنا هعمل كالاتي هكسر رابطه وادخل هنا اتشايه وادخل هنا بي ار. فانا هنا بالتالي يا عم الحاج هيبقى هنا في اتش وهيبقى هنا في بي ار. طب يلا انا عايز ادخل واحده اتش بي ار كمان. بص يا معلم هكسر رابطه ثانيه وادخل الاتش الثانيه فين؟ عند الكربونه اللي فيها اتشات اكتر اللي دي وادخل بي ار لدي. فيبقى المركب هنا في اتش والمركب هنا في بي ار والربطات الاثنين اتكسروا. لما بعد اعد ازاي؟ يلا 1 2 3 4 4 يعني ايه؟ هتقول لي اسمها بيوت. طب بيوت ايه يا معلم؟ قال يا مستر هيبقى اسمها بيوتان. جميل. طب هنا كام وكام؟ قال لي 2 و2 داي برومو بيوتان. حلو قوي. تعالى بقى نشوف النواتج. هل اول حاجه لو جينا ركزنا احنا اتكون عندنا اربع كربونات هنا كام كربونه؟ ثلاثه. يبقى الاجابه دي غلط ما تنفعش. احنا اتكون عندنا اربع كربونات سنجل في اول اجابه اللي هي الايه؟ صح.
فبتكون عندنا ان يا مستر لو جينا بصينا سوري انا اسف الاثنين بي ار موجودين على نفس الكربون يبقى البي ار 2 موجودين على نفس الكربون هنا ادي 1 2 3 4 والبي ار 2 موجوده عند نفس الكربون وادي حتى دي 1 2 3 4 موجودين عند الكربون الثانيه يبقى الاجابه دي صح يبقى الاجابه اللي هتنفع هي الاجابه بي هتيجي واحد يقول لي طب مستر ليه دي ما تنفعش اقول لك بص ادي 1 2 3 4 صح بس هنا هو حط بي ار عند حته وبي ار عند حته وانا لما جيت ادخل بالشغل بتاع ماركريكوف اضطريت ادخل الاثنين بي ار في نفس الحته فدي ايه الغلطه السؤال اللي بعده بيقول ذا اكسس اي سين يبقى انا عندي غاز اسمه اي سين اللي هو سي 2 اتش 4 جاز ماله يا عم سخنته عند درجه حراره 400 وعملت له كمان هاي بريشر بص بقى يا ريس لما يحصل النمره اللي قدام حضرتك دي معناها ان الاي سين ماله عملت له عمليه بوليمرايزيشن يعني حصل عمليه بالمره لما حصل عمليه بوليمرايزيشن اصبح المركب اسمه بولي اي سين او اي سايلين الاثنين صح ادي البولي اي سايلين كنت بدي رمز الاماره بي اي يلا بينا على البارت اللي بعده ضحكت عليكم طبعا البارت ما خلصش يلا نكمل باقي الاسئله بيقول اون بوليمرايزيشن المركب ده سي هنا دبل بوند سي انت ليه بتكتب الدبل بوند عشان هو ده اللي باساس البوليمرايزيشن هنا اتش وهنا في مجموعه سي اتش 3 ماسكه والناحيه الثانيه في اتش في مجموعه سي اتش 3 وممكن ترسمها كمان بالشكل ده لو عايز تفرقش من فوق ومن تحت يعني بوليمرايزيشن يعني سيادتك هتكسر رابطه اللي هنا دي وهتطلع منه هنا واحد طلع هنا واحد وحط براكت وكرر بقى المركب ده كذا مره هتلاقي هنا في النص في حاجه غريبه كده عملوها ما اعرفش ايه السي اتش 2 اللي جت في النص فدي غلط هي الرسمه مش واضحه شويه بس مش مهم هتلاقي من هنا بص بص الشكل ده امسك كده الاشكال الصغيره سوري والمركب شكل 1 2 3 لا المركب في الاصل ادي 1 2 3 4 لا طبعا ده غلط انا بوريك المناظر بس الايه ما تنفعش طب تعالى كده نشوف هنا خد بالك كده كل مونيمر من دول ادي 1 2 3 4 1 2 3 4 والاتشات اهي موجوده اهي 1 2 3 4 يبقى هي دي الاجابه الصح يعني هو الاجابه مش واضحه قوي يعني الرسمه مش واضحه بس يلا نشوف بقى المهم هو ده الشغله كلها وهو ده الحديث كله وهي دي الافكار الجميله اللي انا بحبها بيقول لحضرتك لو هنا وات از ذا توتال نمبر اوف مول اوف جاز اند فيبر عايز عدد الغاز والفيبر فاوند ان closed vessel خلي بالك الجمله دي صايعه قوي معنى كلمه closed vessel يعني مغلق ومعنى كلمه مغلق يا معلم يعني انا عايز كل حاجه من جاز وفيبر ماشي طب بص يا معلم قال لي امتى بعد ما فاعل واحد مول من الايساين واحد مول من الايساين مع 4 مول من مين يا معلم؟ من الاكسجين يلا بينا. اولا خلينا نتفق مع بعض انا هفتكر التفاعل القديم بتاع الكومبليت بيرن الاحتراق الكامل. فاكره؟ فاكره. ماشي مش هتفرق. بتاع الكومبليت بيرن ده كبير قوي الالم مستعبط تقريبا حلو ده بص يا معلم هو اللي صار رمزه ايه؟ سي 2 اتش 2 كنت بكومبليت يبقى كنت بحط 5 اتش 2 فكان لما بديه بحط له 5 اتش 2 يا ربنا سي 2 اتش 2 وحط عليه 5 او 2 كان بيطلع CO2 plus H2O ماشي افتكر لما كنت بعمل عمليه بالانس كنت بحط هنا 2 في الاول وهنا كنت بحط 4 وهنا بحط 2
يبقى خد بالك كده من البالانس بتاعك. كل اتنين من الاي ساين دول كام مول؟ قال لي دول اتنين مول. كان بيدفع له مع خمسة مول من الاكسجين ويطلع اربعة مول من الكربون دايكسايد واتنين مول من المية. طب مستر لو سمحت، قال لي لو عايز افعلها مع اربعة مول من الاكسجين واحد اي ساين. انا هنا كنت بستخدم كام اي ساين؟ قال لي هنا بستخدم اتنين اي ساين، انا فعلهم مع واحد بس. طب انا من قلب التفاعل يلا بينا، ايه رايك بدل ما اقول اتنين اي ساين عايز واحد، يبقى هعمل ديفايد تو. اتنين ديفايد اتنين بقت اسمها سي تو اتش تو، كده حولتها لواحد. بلس اتنين، خمسة ديفايد اتنين بتساوي تو بوينت فايف او تو. هنا اتنين ديفايد، يبقى انا هعمل ديفايد للمعادلة كلها، كل المعادلة. اربعة على اتنين فيها اتنين سي او تو، اتنين على اتنين فيها قال لي اتش تو او. خد بالك كده، لما هنا استخدمت واحد مول من الايساين طلعت اتنين كربون دايكسايد، ادي سوري اتنين كربون دايكسايد وواحد هيدروجين. بس خلي بالك انا حطيت اربعة اكسجين، عمر سليمان لما بياكل بياكل اربع فرق، ياكل فرختين، فانت اعطيته اربع فرخات، هو اكل اتنين واتبقى اتنين. هنا لما الواحد مول من الايساين لما اتفاعل، اتفاعل مع اتنين ونص اكسجين، عرفت منين؟ ما انا قسمت التفاعل على اتنين. طب هنا هو كان مدخل كام؟ اربعة. الواحد بيتفاعل مع اتنين ونص، مش بيتفاعل مع اربعة. طب باشا انا كنت مدخل اربعة، فعلت منهم اتنين ونص، اتبقى لي قد ايه؟ اتبقى لي واحد ونص اكسجين. طب وبعدين يا مستر؟ هو هنا معنى كلمة كلوز فيزل معناها ان كل اللي جوه هيفضل موجود، هو اللي يحسب لي كل الغازات. هو هنا في اتنين كربون دايكسايد وواحد ميه، يبقى هنا في اتنين زائد واحد. طب مستر مش هنا الاكسجين اتفاعل منه اتنين ونص واتبقى واحد ونص؟ ايه ده، ما دام الغازات برضو متبقي ده يعتبر ريمين، هتيجي تجمعهم كلهم يبقى مجموعهم اربعة ونص. تعالى كده نشوف الاجابه، اربعة ونص مول. اللي بعده سؤال حلو قوي، هنا بيقول لي كالسيوم كربايد نقطع عليه ميه، يبقى انا سي 2 اتش 2 من غير ما افكر، ده الناتج اللي طالع، ادي سي 2 اتش 2 مركب الاي ساين. يلا بينا يا ريس. The following illustrates the preparation of the gas X، اهو الاكس اللي هو سي 2 اتش 2، ماشي يا معلم. Which react with each of hydrogen gas، يبقى انا هجيب سي 2 اتش 2 هفعله مع الهيدروجين، وافتكر ان هو ما حددش ايه الكمية اللي هيفعلها من الهيدروجين. اتش بي ار جاز فورمينج زد، يبقى انا هجيب السي 2 اتش 2 احط معاهم اتش بي ار وافتكر ان هو ما حددش. ماشي اوكي. بص يا حبيبي، سي 2 اتش 2 هيتفعلوا مع الهيدروجين، ماشي. سي ده تريبل بوند سي، هفعله مع الاتش 2، يبقى انا كنت بعمل ايه؟ بكسر رابطه وادخل اتش هنا وادخل اتش هنا. طالما ما حددش تعال نبص نشوف الاجابات. اول حاجه هو الاكس مش اي ساين اساسا، يبقى الاجابتين دول ملغيين، هو اي ساين، اي ساين مش اي سين. طب لا، هل انت لما تيجي تفاعل الاي ساين هتدخل عليها هيدروجين؟ لما تدخل هيدروجين فهيديني في اول خطوه دبل بوند، لما تيجي تدخل هيدروجين كمان فهيديني في تاني خطوه سنجل بوند. يبقى انا ممكن احوله لالكين وممكن احوله لالكات. طب تعالى نشوف، هنا في الحالتين اتحول لايسان. طب والله الاثنين صح لحد دلوقتي. طب اللي بعده اتش بي ار، لما سيادتك تدخل اتش بي ار ادي سي، يلا نشوف بقى ندخل اتش بي ار سي تريبل بون سي، هدخل عليها اتش بي ار، ايه اللي هيحصل؟ اني هكسر رابطه وادخل اتش في اي حته تعجبني وبي ار في اي حته تعجبني، هيبقى المركب سي دبل بون سي. وهنا يا رجاله هدخل اتش، اما هنا هدخل بي ار. طب ايه رايك لو دخلت اتش بي ار كمان؟ يا سلام، يلا بينا. ساعتها هكسر رابطه، هدخل الاتش هنا وادخل البي ار هنا، فيبقى المركب شكله عامل كده، سي سنجل بون سي، هنا اصبحت كلها اتشات، وهنا الاثنين بي ار دخلوا مع بعض، فاصبح المركب هنا فيه اثنين بي ار، يعني بالبلدي واحد وواحد داي برومو داخلين على نفس الكربونه. طب الاجابه هتبقى واحد واحد اثنين واثنين
لا طبعا لا طبعا هي واحد واحد داي برومو. انا اسف هي واحد واحد داي برومو. يبقى الاجابه الصح هي الاجابه سي. اللي بعده بيقول يلا بسرعه اون تريتنج ذا كالسيوم كاربايد وذ ووتر. حط ميه يبقى اديني سي 2 اتش 2 من غير ما افكر. بعدين ذا كلرليس جاز بيرن ها وين وي باس تو برومين ديزولف ان كاربون تيتلا كلورايد اختفى اللون. يا ترى مين جاز اللي هو سي 2 اتش 2 اسمه اي ساين او اسمه اسيتايلين. اللي بعده بيقول هنا ذا نمبر اوف مول اوف برومين ريكوايرد تو كونفيرت واحد مول اوف اي ساين. مين الاي ساين؟ سي تريبل بون سي. امسك من هنا اتشايه امسك من هنا اتشايه انتو كومباوند في 6 مول اوف اتوم. 6 اتوم يا ترى يا ترى ادخل قد ايه من البرومين عشان يحول ده ل 6 اتوم؟ بص يا باشا البرومين البي ار 2 البي ار 2 لما بيخش كان بيكسر رابطه. لو انا دخلت مثلا واحده بي ار هكسر رابطه هدخل هنا بي ارايا وهدخل هنا بي ارايا. ممكن بقى تركز معايا لو سمحت. هو انا لما عملت كده بقى عندي ايه؟ بص ركز بقى عندي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. كده بقى عندي كام واحدة؟ ستة اتوم. يبقى انا هنا هدخل واحدة بي ار هتكسر رابطة وتدخل واحدة هنا وواحدة هنا اصبح عندي لما دخلت واحد مول فبقى عندي ستة اتوم. اللي وراه سؤال 25 which of the following choice describes the polymerization by condensation and addition. الاديشن ان المونيمر contain double bond and they are formed polymer only. نشوفه and the monomer contain double bond and they are formed. بص يا باشا هو في الاديشن المونيمر بقى فيه double bond وهو بيعمل بوليمر بس بيبدا ان هو يتكسر وهو بس اللي بس هو بس اللي بستخدمه لان المونيمر بيبقى سيم هو هو لكن مش هو بس اللي بستخدمه هنا لان في الكوندنسيشن بستخدم حاجات مختلفه بيتفاعلوا مع بعض بيعملوا حاجه اسمها كو بوليمر وبعد كده بكررهم. The monomer contain double bond and they are formed polymer. صح دي ما فيهاش حاجة. The monomer react to form polymer. صح المونيمرز بيتفاعلوا بيدوني كو بوليمر وبكون بعد كده البوليمر. هي الإجابة دي صح مش غلط هي دي الإجابة الصحيحة. فالإجابة الصحيحة تبقى بي. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا الحصة الرسمية الخاصة بحضرتك. عارف والله إنك فرهدت عارف إنك تعبت بس هستأذنك عشان خاطري عشان خاطري عشان خاطري لكل مجتهد النصيب. ما ربنا ما بيغزلش بمجهود حد. مجهودك مكتوب اللي عملته موجود ربنا يردهولك في قلب امتحاناتك باذن الله وهيردهولك كمان في قلب يعني اي حاجه انت تعبت فيها هتردلك امتحاناتك اولادك اهلك كل ده والله نجاحك هيتردلك. هستاذنك لو سمحت والله 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 الساعه 4 بالاربعة الفجر ولكن انا مبسوط وانت لازم تكون مبسوط من نفسك انك عدى خلصت الواجب وبلغ زمايلك وبلغ صحابك ان اللي ما تفرجش على الهومورك ده ما طبقش واللي ما طبقش مش هيعرف يبقى كويس في الاورجانيك. اسف جدا على صوتي بس خلاص انا فرحت. شكرا جدا ليكم ومن القلب بقول لك وينيفر جيف اب.